بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. اهلي الليله النهارده حلقه طبعا من الحلقات المميزه دايما في الاهلي الليله، وبسعد دائما بصحبه زميلي امير هشام. مساء الفل يا امير. مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله اكيد هتكون حلقه مهمه ومميزه جدا يا بوب، وخصوصا ان اللي هنسمعه هنا صعب نسمعه في اي حته تانية ولا ايه حبيبي يا ايمن؟ لكن انت عارف ان احنا يمكن في الوقت ده مش هنجتهد قوي، لان انت عارف ان احنا في اجتماع مجلس اداره مهم جدا هيكون يوم الخميس، اكيد في معلومات واكيد في كلام كتير، لكن دايما بنستنى نشوف ايه الاجراءات، ايه اللي هيتم اتخاذه في الفتره الجايه، لان كان في مكالمه مهمه جدا طبعا عملها الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ على شاشه قناه النادي الاهلي، واتحطت يعني النقاط فوق الحروف، وان شاء الله في اجتماع الخميس المقبل هتكون في قرارات بشكل مرضي وبشكل كبير لمصلحه الكيان الكبير. اكيد ده شيء مهم جدا، وخصوصا بعد ما النادي الاهلي للاسف خسر بطوله دوري ابطال افريقيا والموسم الثاني على التوالي، ودي حاجه صعبه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيسعى دايما لتحقيق هذا اللقب الاهم بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه في كل مكان، وده شيء طبيعي ومهم جدا بخلاف مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وطبعا بتبقى الهدف الاساسي فيها هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن لسه النادي الاهلي محتاج بعض المقومات الفنيه كمان بالتحديد يا بوب خلال الفتره الجايه عشان يقدر ينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا القادمه، واللي هتكون في فتره صغيره جدا، لكن مهم جدا ان احنا نطمن كل جمهور النادي الاهلي ان هيكون في شغل كبير جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، هيكون خلال المرحله الجايه المقبله، وزي ما قال استاذ ايهاب الخطيب كده ان في اجتماع هيكون هام جدا يوم الخميس، من خلاله هيتم تحديد حاجات كتير جدا، وهيكون في اعلان عن هذه القرارات الهامه اللي بتخص فريق او قطاع الكوره بشكل عام خلال المرحله المقبله يا استاذ ايهاب. أمير أكيد عايزين نوضح للناس إن مجلس الإدارة ولجنة الكرة مش شغالين النهاردة ولا شغالين بعد النتيجة، ولا لما الكابتن محمود الخطيب قال إن كده كده حتى لو الفريق كان جاب البطولة الأفريقية كان في بعض التعديلات، أكيد يا أمير شغالين من بدري في بعض الأمور اللي إحنا في غنى عن إعلانها في هذا التوقيت إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة هيكون فيه. قلت في الحلقة اللي فاتت وقلت يوم السبت تحديدا كل اللي بتفكروا فيه، قلت الجملة دي بالنص، قلت لكل جماهير النادي الأهلي كل اللي بتفكروا فيه وبيدور في أذهانكم على طاولة مجلس الإدارة، حتى في كومنتات قالك احنا مش عايزين على الطاولة، احنا عايزين قرارات. القرارات دخل قالها بعد كده كابتن محمود الخطيب وقال ان كل الأمور دي معروفة ومتشافة بشكل كويس وفيها قرارات في الفترة اللي جاية، واعتقد كانت الرسالة موجزة جدا وموضحة كل شيء يا أمير. بالظبط، ده كان شيء مهم جدا، ولازم يعني كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله يكون مساند للفريق وللنادي بشكل عام خلال المرحلة المهمة الحالية، وخصوصا إن في بعض البطولات اللي لسه النادي الأهلي بيشارك فيها، وأكيد مهم جدا إن شاء الله إن احنا نوصل لنهايات هذه البطولات، ومن ثم كمان تحقيق مختلف البطولات اللي بيشارك فيها الفترة دي النادي الأهلي. عندنا طبعا مباراة الوصل الإماراتي إن شاء الله، مباراة الإياب في دور 16 من كأس زايد والبطولة العربية يوم 22 من الشهر الجاري، هيكون استعدادات من خلال أول مران للفريق غدا إن شاء الله، هيكون شيء مهم جدا النادي الأهلي ينافس على هذا اللقب، بخلاف طبعا سوبر مصري السعودي مع فريق اتحاد جدة يوم 28، وبعديه على طول نرجع لمباراة الدوري العام، وهي أكيد برضو من إحدى البطولات المفضلة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طب يا بوب خلينا كده نتكلم عن بعض الأخبار اللي معانا النهاردة تمام، وخاصة بالفريق الأول زي ما احنا قلنا، وكابتن محمد يوسف قال عن موقف أحمد فتحي وهشام محمد من رحلة الإمارات، قال إن لسه في فرص للحاق أحمد فتحي وهشام محمد، زي ما احنا عارفين أحمد فتحي عنده زي يعني مزق خفيف في العضلة الأمامية، هشام محمد في العضلة الخلفية، الأمور لسه هتبان من خلال المران بتاع بكرة إن شاء الله، الأمور هتبان بالنسبة للاعبين دول هل هيلحقوا مباراة الوصل ولا لأ، لكن أكيد مهم جدا النادي الأهلي يستعيد قواه خلال المرحلة المقبلة من خلال عودة بعض اللاعبين المصابين يا أستاذ إيهاب. أكيد عودة بعض اللاعبين المصابين هتكون إضافة، وكمان في تصريح في الوقت الراهن وفي هذا التوقيت للكابتن محمد يوسف بيقول إن الفرصة أمير هتكون متاحة للاعبين اللي كانوا مش مقيدين في القائمة الأفريقية عشان يشاركوا في المرحلة الجاية، وتبقى الأمور على أفضل وجه. خلينا أقول لك إن كابتن محمد يوسف واحد من نجوم الكبار اللي عامل دور كبير جدا الفترة اللي فاتت، فترة مضغوطة جدا أمير، لو قست المباريات اللي النادي الأهلي لعبها وأنا هعمل لك بها إحصائية إن شاء الله تكون معانا الفترة الجاية، قلت عليها يعني لحد من زمان نعملها،
لو عديت عدد المباريات اللي الاهلي لعبها من بدايه السيزون لغايه دلوقتي هتلاقيه من اكتر الفرق في العالم ان شاركت في مباريات لعبته بالزبط. وبالتالي الضغوط دي كل ده احنا مش بنقول كلام او مبررات للبعض يفتكر ان هذا الكلام بيتقال في هذا التوقيت يا امير لكن كان في امور كتيره جدا ولكن النهايه كانت بالخروج من البطوله الافريقيه لكن ان شاء الله القادم افضل في ظل مداخله الكابتن محمود والحديث على ان في مشاكل كانت معروفه وان ما كانش تقدر تتدخل في هذا التوقيت يعني انا هشرحها لك بشكل اسرع يا امير فضل. ان انت في احيانا بتضطر تدي بينج واحيانا بتضطر تدي بينج لكن في توقيت معين خلاص حتما لازم يعني تجري العمليه الجراحيه وبالتالي كل شيء في الفتره الجايه ان شاء الله يكون بالشكل الافضل اللي شايفه مجلس الاداره اكيد لصالح الكيان الكبير بالظبط وده اللي كان واضح من خلال مداخله كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ واحنا متعودين دايما ان يعني قليل قوي لما الكابتن محمود الخطيب بيتكلم لكن ان هو يتكلم في التوقيت ده بالتحديد هو مدرك كويس جدا مدى الحزن اللي متواجد عند جمهور النادي الاهلي واكيد عنده هو كمان شخصيا لان هو طبعا احد نجوم النادي الاهلي واحد يعتبر الجماهير كمان اللي بتساند الفريق بخلاف انه طبعا احد المسؤولين المهمين جدا فبالتالي كانت مداخله مهمه بالنسبه له عشان يوضح الامور بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ويطمنهم بشكل كبير جدا على المرحله المقبله اللي هيتم من خلال بعض الاجراءات والقرارات المهمه جدا اللي هيتم اتخاذها خلال يوم الخميس المقبل. طيب نكمل اخبارنا وكابتن محمد يوسف ايضا بيكشف استعدادات النادي الاهلي مواجهه الوصل الاماراتي يا استاذ ايهاب يعني بكره زي ما قلنا هيبقى مران الفريق اللي هيستأنفه طبعا بعد النهائي الافريقي امام الترجي وهيكون استعدادا لمباراه الوصل بكره ان شاء الله المران هيكون في غياب 12 لاعب طبعا هم الدوليين المتواجدين مع مختلف المنتخبات الوطنيه بخلاف طبعا المصابين الاستعدادات هتفضل مستمره حتى ميعاد السفر اللي هيكون قبل يعني هيكون في حوالي يوم 20 من الشهر الجاري عشان مباراه الوصل ان شاء الله واكيد مهم جدا يا استاذ ايهاب ان الفريق يقدر يحاول من خلال هذه المباراه رغم صعوبتها ورغم النتيجه يمكن السلبيه بالنسبه للنادي الاهلي بالتعادل 2-2 في المباراه الاولى في برج العرب مهم جدا النادي الاهلي يفوق من خلال هذه المباراه علشان يواصل مشواره الكبير جدا اللي فيه مختلف المباريات والتحديات الهامه جدا اكيد. مباراه صعبه امير في الفتره الجايه للنادي الاهلي، مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي يعني لعبها مباراه على ارضه كان في اموره صعبه جدا ادت لنتيجه التعادل، مباراه الوصل في الامارات مباراه صعبه لان فريق النادي الاهلي مر عنده ظروف صعبه جدا لكن اتعودنا الاهلي خد بطوله بيقفل الصفحه، الاهلي خرج من بطوله بيقفل الصفحه امير واعتقد ان المباراه ان شاء الله هتكون من المباريات الجيده للنادي الاهلي والفتره الجايه كده امير عايزين نذكر الناس في مواجهات كرويه مهمه جدا وحاسمه مع النادي الاهلي اذا اتكلمنا في هذه المباراه مباراه الوصل وبعدها انت عندك السوبر المصري السعودي بتتكلم بعدها مفيش 27 28 بعدها بالزبط. انت بتتكلم في الكاس وعندك مباراه مهمه امام بيراميدز وبعد كده هتطلع تلعب بره سوبر وعندك المصري. المقاولين في الدوري كمان لا ده انا بكلمك على المباريات اللي الحاسمه يعني بطولات يعني انت مع الوصل دي بطوله عربيه طبعا. ودي يعني ان شاء الله تكسب عشان تكمل بالظبط بعدها يبقى عندك بطوله سوبر المصري السعودي بعدها الكاس مع بيراميدز يعني خلاص اللي بيكسب بيكمل بالظبط بعدها بما فيش هتطلع بره تلعب السوبر المصري فبالتالي الفتره اللي جايه عايزه هدوء وعايزه تركيز فيها بطولات فيها جولات والفتره دي اعتقد ان الجهاز الفني هيبقى عليه دور كبير جدا ولاعيبه النادي الاهلي عندهم الاستفاقه الكبيره خاصه عدد كبير من اللعيبه المصابين هيكون موجود خاصه ان هيبقى فيه لعيبه من المكانتش مقاده افريقيا خلاص هتبقى موجوده مع الفريق وبالتالي الامور هتختلف بشكل كبير يا امير. طبعا اكيد يعني ان شاء الله نتمنى الامور تسير في الشكل المطلوب بالنسبه لكل الجماهير واللي بتتمنى دايما زي ما اتعودوا النادي الاهلي دايما يفضل في المقدمه يا استاذ ايهاب وده اللي اتعود عليه جمهور النادي الاهلي. طيب من ضمن الاخبار ايضا المهمه جدا والنهارده كان في جلسه ما بين كابتن محمد يوسف وصالح جمعه لاعب النادي الاهلي واللي كان معار في احدى الفرق في السعوديه وعاد طبعا من حوالي شهرين كده كان فتره القيد اتقفلت خلاص هنا في مصر فبالتالي خد اجازه من قبل الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون. النهارده كان في اجتماع مهم جدا مع كابتن محمد يوسف لمناقشه مصير صالح جمعه، اعتقد ان هو خلاص هيكون مقيد يا استاذ ايهاب في فتره القيد المقبله في يناير مع النادي الاهلي عشان يكون اضافه للفريق في حاله التزام صالح جمعه بعد التصريحات الاخيره اللي سمعناها له طبعا خلال الفترات الماضيه ان هو خلاص
خلاص يعني مدرك اهميه ان هو لازم يركز مع فريق النادي الاهلي، وان هو على حد طبعا قوله ان النادي الاهلي هو اللي محتاج للنادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي محتاجه. فبالتالي نتمنى اكيد صالح جمعه نشوفه في الملعب ونشوفه بالتزام كامل جدا، لان مهاراته ما اعتقدش موجوده عند اي حد في الكره المصريه بشكل عام. لاعب مهم جدا، المركز كمان بتاعه يعني ما فيش ناس كتير جدا فيه، فبالتالي هيكون مهم جدا عوده صالح جمعه. استاذ ما حدش يختلف ابدا على مهاره وامكانيات صالح جمعه امير، ما حدش يختلف على امكانياته كبيره، ما حدش يختلف على مهارته. هو نفسه بدايه الاصلاح من عنده هو أكيد. هو لما قال لك انا اخطات انا الفتره اللي فاتت ما كنتش مركز. خليني اقول لك ان هذا القرار في حاله استكماله واعطاء الفرصه الكامله كابتن محمد يوسف بيقعد معاه قبل ما يرجع للتدريبات هيكون قرار انساني قبله فني. لان صالح جمعه تحديدا وزي ما قلت امير قال انا اللي محتاج النادي الاهلي مش الاهلي اللي محتاجني. وبالتالي هي الفرصه الاخيره لصالح جمعه علشان يؤدي ويؤدي بشكل كويس. وانا نصيحتي ليه كاخ وصالح يعني انا بشوفه لعيب كبير جدا وبشوفه لعيب عنده امكانيات طبعا، وبقول له حرام تدفن الموهبه الكبيره اللي عندك، حرام ما تمتعش الناس، حرام اسمك ما يكبرش اكتر من كده. انت احترفت بسن صغير، لعبت في النادي الاهلي في توقيت مهم، لعبت المنتخب الاول، لعبت المنتخب الاولمبي، لعبت المنتخبات شباب، يعني جالك تشبع كروي في سن صغير، ولكن ما زال قدامك الكتير، ما زال قدامك الكبير والنجوم الكبار. يعني محمد صلاح لما اخذ افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي القصه ما انتهتش، القصه بتبدا بالزبط. لما توصل من نقطه اللي البعض بيفتكرها النهايه دي بتكون نقطه البدايه، وانت لعيب كبير جدا وعندك مهارات وعندك امكانيات تنقصك الشخصيه تنقصك الشخصيه والعقليه والعقليه الكبيره. محدش يقول ان السن ده صغير، بالعكس السن ده سن نضج، سن كبير. واعتقد ان النجوميه ساعات بتعمل هزه، صالح مر بالهزه خلاص ان شاء الله تكون اخر هزه، وان شاء الله يعني يتمسك هو بالفرصه اللي هياخدها امير من النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا صالح انا اللي محتاج النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمدلك ايده بيقول لك اتفضل. وانا من وجهه نظري بقول ان هذا القرار قرار انساني اكتر منه قرار فني لصالح اللاعب اللي النادي الاهلي بيته الكبير بيدوله فرصته من جديد عشان يتالق ويعود. الاهلي هيمدلك ايده يا صالح، وعليك ان تتواجد بالمستوى الفني اللي بحجمك وبحجم امكانياتك وبحجم الفرصه اللي هتاخدها. مش شرط على فكره بقى امير، مش شرط بقى اللعيب يرجع يدغدغ الدنيا، لا طبعا، لا هيبقى في صبر عليه واحده واحده ويرجع لمستواه، لكن على قد ما النادي الاهلي هيساعده هو كمان لازم يرجع في الفورمه علشان يرد جميل. وان شاء الله يكون قرار صائب جدا بعوده صالح جمعه. على فكره الجماهير نادت وقالت كتير جدا، لكن ده توقيت انا شايفه توقيت مناسب جدا، مش لان هذا التوقيت الاهلي في حاجه لعيبه. طب ما الاهلي ممكن يتعاقد في لعيب في مركز صالح، واكيد ده هيحصل على فكره يعني اكيد ده هيحصل، وبالتالي المنافسه هتبقى اكتر من لاعب. لكن في هذا التوقيت اللي عندك الفرصه امير انك تثبت انك انت احق بهذا المكان، الكوره في ملعبك يا صالح. بالظبط كده، اتمنى بصراحه لصالح جمعه كل التوفيق مع النادي الاهلي خلال المرحله المقبله، وهو خصوصا احد المواهب زي ما قلنا كده. والواحد بيزعل جدا لما يشوف موهبه زي صالح جمعه النادي الاهلي او المنتخبات الوطنيه بشكل عام ما بتستفيدش منها، وخصوصا ان صالح جمعه على مستوى البطولات والانجازات لسه ما حققش حاجه خالص مقارنه بزمايله سواء في النادي الاهلي او في المنتخبات الوطنيه. لك ان تتخيل ان لاعب بموهبه صالح جمعه ما شاركش في كاس العالم مع مصر مؤخرا، طبعا ده بسبب الامور اللي هو كان بيمر بيها وبسبب العقليه بتاعته. ان شاء الله نتمنى ان هو يكون موفق مع النادي الاهلي خلال المرحلة المقبلة ويستغل هذه الفرصة. طيب ده بخصوص النادي الاهلي. يا استاذ ايهاب اتكلمنا عن النادي، اتكلمنا عن الامور كلها اللي بتخص الفريق الاول، عن اجتماع يوم الخميس، الناس كلها مترقبة هذا الاجتماع اللي هينتج عنه قرارات ادارية وفنية مهمة جدا في صالح قطاع الكرة في النادي الاهلي، وده اللي بنأمله ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله للنادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله كل اللي جمهور النادي الاهلي بيتمناه ونفسه يشوفه في فريقه زي ما هو معتاد هيشوفه ان شاء الله خلال الفتره المقبله. انا عايز بس امير قبل ما نقفل قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي وننتقل، عايز اتكلم عن المنتخب وعن صلاح، لكن هذا التوقيت هو وقت الدعم بالظبط والمسانده لكل لعيبه النادي الاهلي ولا كل اي حد في النادي الاهلي. انا بس مش عايز الناس تبقى عندها نوع من الحماس الزايد، فلان وفلان يمشوا، فلان ما قدموش، ارجع ورا كده، ارجع ورا شويه، فلان ده انت كنت بتكتب له بوستات حلوه جدا وما كانش يومه. اكيد اللجنه الفنيه ولجنه الكوره ومجلس الاداره والجهاز الفني هيشوفوا مين الاصلح. صح. واكيد زي ما قال الكابتن الخطيب ان في بعض اللعيبه يعني هو شايف
ان هي امكانياتها ممكن ما تكونش موجوده مع النادي الاهلي الفتره الجايه، لكن مش عايز حد يسابق باعلان اسماء، مش عايز حد يبدا يهاجم في اللعيبه بعينها، مش عايز حد يتكلم على يحمل الجهاز او يحمل وليد ازارو او يحمل اي حد. وليد ازارو واحد من افضل المهاجمين الموجودين في الكره العربيه والافريقيه، وموجود في 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 منتخب افريقيا يعني في اختيارات منتخب افريقيا موجود، ولاعب عنده محنك، ممكن يكون عنده قله خبره، وبالتالي يجب نصح او توجيه نصيحه لوليد ازارو في الابواب المغلقه بالزبط. في الغرف المغلقه، لانه جزئيه مهمه قوي بصراحه، وانت محتاج توقفه على رجليه، فلازم تهمس في اذنه وتهمس امام الملايين، واكيد عندك كلام عن منتخب مصر. طيب ده بالنسبه لازارو، واكيد برضو ازارو لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله تواجده في الفتره الجايه مع النادي الاهلي هيكون مهم جدا زي ما قال الاستاذ ايهاب الخطيب. ولو غلط ازارو اكيد بيبقى في اعتاب ما بين الاداره وما بين اللاعب. هنرجع لكلام الكابتن الخطيب تاني امير بالزبط. قال لك اي حد ارتكب اي خطا هتكون العقوبه كبيره جدا، وده معروف في النادي الاهلي. فعلى طول نقطه ومن اول السطر بالظبط كده. يلا كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المرحله المقبله، وزي ما قال الاستاذ ايهاب الخطيب كده الدعم مهم ومطلوب جدا للنادي الاهلي، خصوصا لسه البطولات ما خلصتش، النادي الاهلي شغال في اكتر من بطوله الفتره الحاليه. طبعا نروح لمنتخب مصر اللي عنده مباراه مهمه جدا، مش مهمه من حيث النتيجه لكن هي مهمه عشان نحكم شويه على الجهاز الفني بقياده مستر اجيري واللاعبين خلال مباراه تونس ان شاء الله يوم الجمعه القادم، وهي مباراه في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون ان شاء الله السنه الجايه. مصر وتونس خلاص صعدوا بشكل رسمي جدا، بالتالي كان في سويتني والنيجر معانا في المجموعه، خلاص دول خرجوا بره الحسابات خالص، المنافسه هتكون على المركز الاول في المجموعه دي ومش هتفرق كتير، لكن المهم ان احنا نشوف او نطمن على اداء المنتخب المصري في ظل عدد كبير من المحترفين المتواجدين في الفتره دي، في ظل كمان تواجد قائمه محليه قويه مع مستر اجيري، فبالتالي ان شاء الله هتكون مباراه مهمه جدا يا استاذ ايهاب. مباراه مهمه جدا، ومباراه تقدر تقول فيها يا امير ان يقدر مستر اجيري يستغلها بالشكل الكبير. هي مباراه رسميه، المنتخب المصري والمنتخب التونسي ضمنوا مقاعدهم في بطوله الامم الافريقيه 2019 المقامه حتى هذه اللحظه في الكاميرون، حتى اشعار اخر اسواتني والنيجر خلاص بره، انت بتلعب على ترتيب المجموعه واقوى مباراه من ساعه ما مستر اجيري جه. اكيد ان مستر اجيري واحد من المدربين الفنيين الكبار اللي ادى بشكل كويس جدا، طريقه اللعب اتغيرت، الاداء متغير بشكل كبير، في عدد من اللعيبه انضموا امير المنتخب في صوره كويسه. عدد كبير من الصحف والتقارير الانجليزيه اكدوا ان محمد صلاح مش هيشارك في المباراه، وده حاجه غريبه يعني بياكدوا من هناك ان لا صلاح ودي مباراه تحصيل حاصل وما لعبش. ولا عايزين نبارك لمحمد صلاح يا امير على استعادته لمستواه بشكل رائع جدا، أكيد. بيدخل ضمن صداره هداف العالم في الفتره اللي فاتت، بيستعيد ذاكره التهديف، هدفه امام فولهام هدف رائع جدا وهدف مميز جدا. خلاص قلنا ان كل لاعب بيبقى عنده نوع من الكبوه، ولكن تقعد معاك قد ايه، تتصرف فيها ازاي، انت كلاعب كبير يعني تتغلب عليها ازاي. اعتقد ان صلاح اثبت انه لاعب كبير وانه بيحصد في الجوائز وبيحصد في الالقاب واستحق امير، ولكن اكيد كان عنده مشكله دايما كل ما يجي المنتخب، المشكله المره دي في التيشيرت. التيشيرت بصراحه يعني الناس كلها بتعلق على موضوع التيشيرت الخاص بمحمد صلاح واللي نزله او كانت صوره ليه نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي اول امبارح تقريبا بالتحديد، فبالتالي ناس كتير جدا علقت على قصده صلاح بالتيشيرت ده، بس اعتقد ان انت عندك الجديد يا استاذ ايهاب. اكيد عندنا كلام نقوله في الموضوع ده وسريعا يا امير، خلينا نقول ان صفحات النجوم الكبار محمد صلاح بقى ضمن مثلث الرعب، واحد من افضل لعيبه العالم، واحد من افضل لعيبه اوروبا، وبالتالي ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، اي اسم من الاسماء الكبيره دي، اي صوره بيحطها شكليا كاعلان على صفحته على ايا كان بقى نوع التواصل الاجتماعي، على تويتر، على انستجرام، على يعني اي حاجه بيحطها بالظبط، بيبقى ليها قيم ماليه، بتبقى في اعلانات. مره عمل الاعلام بتاع الملابس الداخليه والناس قعدت تتكلم في الاخر على حاجات بتتعمل عادي، ولكن هذا الموقف وهذا التصوير في التيشيرت الاخير عمل حاله بين الناس كلها، حالتين، التيشيرت اللي محمد صلاح لبسه عليه صوره لاحد المواقع الاباحيه، والتصريحات كلها وسكاي نيوز والبي بي سي والمواقع الكبيره اتكلمت في سكه،
برضو اخواننا المصريين شايلين حامل الدفاع، ومحمد نجم كبير وكلنا طبعاً بندافع عنه لان نجم كبير. البعض بقى امير ابتدى يقول ان محمد صلاح لبس التيشيرت ده علشان يحارب المواقع الاباحيه، وده كان تصريح للكابتن هاني رمزي، وهاني رمزي مدرب المنتخب، وكمان هبل هيطة مدير المنتخب اللي يعود من جديد، ويعني وعلامات استفهام على عودة قبل ايه بعد ما حصل على كأس العالم، لكن ده مش موضوعنا. يعود من جديد يقول لك انا هقعد معاه واتكلم معاه، ما حدش ليه كلمة على محمد صلاح او يعمل نفسه وصي او 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 مش تتكلم معاه في حاجة، لان الموضوع ده عدى خلاص. وبقى فكرني نتكلم عن قصة الغاء مباراة مصر والامارات يا امير، لكن في هذه الصورة تحديدا خليني اقول لك اللي الماركة دي المصمم فليب بلين ده الماني عايش في ايطاليا، وتربطه علاقة بمحمد صلاح ووكيله من نادي روما، لان هو واحد من الـ من الـ من المصممين الكبار على مستوى العالم. حتى الماركة باسمه فليب بلين دي ماركة باسمه من اغلى ماركات العالم، عامل كامبين مع المنتج الاباحي دي او الشركه، وبالتالي عليه لوجو الشركه الاباحيه وعليه لوجو فليب بلين اللي هو بتاعه. الناس بقى تقول لك ايه ان صلاح عامل التيشيرت ده عشان يحارب الاباحيه، هو الراجل اللي قال لا مع ولا ضد، وانا هتحفظ على موقف صلاح، هتحفظ على موقف صلاح بالتيشيرت ده. لكن بالبحث عن فليب بلين في هذه القصة، الراجل ده شير معاهم وشريك مع هذا الموقع الإباحي في إعلانات كتير وفي حاجات كتير و و و و وبالتالي هنا مفيش حاجة اسمها محاربة إباحية. وعندما ده كلام مهم جدا يا بوب، ده كلام مهم. وبعدين الناس مفسراه بطريقه مختلفه، الناس مفسراه بطريقه مختلفه، ولما تدخل وتبحث اكتر تلاقي ان الراجل ده عامل كامبين مع 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 الموقع ده. وفي نفس الوقت الناس قالت لك ايه، في صوره جمجمه عليها عظمتين جنب لوجو الموقع الاباحي او المجله الاباحيه، وبالتالي ده يبقى ضد ده. انا عايز اقول للناس دي ان اللوجو ده او الجمجمه دي هي اللوجو بتاع البراند بتاع فليب بلين، ملوش علاقه بان ده ضد ده. واللي مكتوب هو مشروع كذا، مشروع الكلمه الثانيه او الحاجه الثانيه، مكتوب كده مشروع كذا. محمد صلاح 100% لبسه بدون قصد، بدون وعي، بدون اي حاجه. محمد صلاح اكيد عنده ادراك اكبر من كده، لكن بين مؤيد ومعارض ومدافع كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. وبالتالي الحديث على ان محمد مع او ضد بلاش نتكلم فيه، لان هذا التيشيرت وهذه العلامه واضحه جدا، وان دي مش ضد دي خالص خالص خالص. دي ماركه ملابس ودي ماركه حاجه تانية، والماركه الاباحيه والملابس محطوطين جنب بعض، ده مش معناهم اللي ضد بعض. والمكتوب ان ده مشروع كذا 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 كذا. في هذا التوقيت احنا دايما دايما بنآزر وبنشجع محمد صلاح، وانا بقول لك اهو وبراهنك وبكلمك على الهواء، محمد مش هيعقب على القصه دي، دي حاجه وهتتقفل. فانا مش عايز الناس تجتهد كتير ما بين مؤيد ومعارض، واكيد ليها ملابسات، اكيد ليها قصه، اكيد ليها حدوته مع صديقه فليب بلين وصديق رامي وكيل اعماله وامور. خليني برضو هقول لك على 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 معلومه شخصيه ومعلومه مؤكده مؤكده على مسؤوليتي الشخصيه، ان الفتره اللي فاتت محمد صلاح كان هيعلن اعتزاله اللعب الدولي. لا دي مفاجاه دي، انا بقول لك عند دي بقى، انا بقول لك على الهوا اهو، نقف عند دي. وهذا الكلام امير من كان الاسباب ايه؟ طيب يعني بعض المشاكل اللي كان موجوده الفتره اللي فاتت، والخطابات اللي ما زالت متداوله بين الجانبين بين وكيله، هو كان كده هتبقى زي طلقه في الهوا، ولكن لم يتم الاعلان عنه والدنيا هديت كده. ونتمنى ان الامور تتحل عشان لا تتفاقم. محمد لعيب كبير ونجم طبعاً كبير، وانا نفسي يراجع نفسه في بعض الاعلانات على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لازم يكون ليه وقفه، لان ده نجم كبير وقدوه لكل الشباب، وده اللي بنعتبره قدوه حسنه فعلا. بعض الامور بتحصل اكيد هيراجع نفسه فيها، لكن اللي انا حكيته لك على قصه التيشيرت ده تفسيرها الحقيقه عشان الناس ما تجتهدش كده وناس ما تجتهدش كده، لكن احنا بننقى بمحمد صلاح بين الدخول في اي حاجه، اكيد ليها ملابسات نتمنى
انها تكون في الشكل الجيد، حتى لو كانت في الشكل الاخر خلاص صفحه واتقفلت، ايا كان المجامله لمين، وكيل الاعمال، الراجل الديزاينر، بس هو في منأى ان هو يحط نفسه في الموقف ده برضه يا استاذ ايهاب، يعني ملهاش لازمه يعني. بص يا امير، عشان مبقاش فيه كلام كتير جدا عليه يعني. انت صح، النجم لما بيتحط في مكانه كده ومحمد مجامل ومحمد جميل لازم يبقى عنده الحسابات دي يعني. احنا واثقين في اخلاقه كويس قوي، طبعا كويس، عشان كده بنقول، عشان كده برضه الناس اللي حبت تدافع راحت وتدور وتتكلم وتحب تعمل حاجه، لكن في النهايه ده الموقف، لكن في النهايه هو ده الشكل اللي ظاهر. يعني احنا وضحنا القصه وخلاص، وبرده حتى هذه اللحظه بؤكد على سلامه نيه محمد صلاح يعني. اكيد ده شيء مهم جدا، ومحمد صلاح طبعا احد النجوم الكبار في تاريخ الكره المصريه بشكل عام، يعني مش الفتره دي بس، لان هو بصراحه رافع اسم مصر عالي جدا في اوروبا بشكل عام وفي الدوري الانجليزي بشكل خاص. يمكن البعض انتقده مع بدايه الموسم، قال لك صلاح مش في مستواه، صلاح ما بيحرزش اهداف. دلوقتي صلاح ثالث هداف في الدوري الانجليزي، يعني بعد اوجويرو 8 اهداف، اوباميانج 7 اهداف، صلاح 6 اهداف طبعا. فبالتالي الراجل ماشي بشكل جيد جدا مع ليفربول، نتمنى له دايما التوفيق في مسيرته الاحترافيه، ويكون اضافه دائمه للمنتخب الوطني مصري. كنت قلت لي عايزين نتكلم عن مباراه مصر والامارات، وده شيء مهم جدا. مباراه كنا عارفين ان هي بعد مباراه مصر وتونس بكام يوم، وبعد كده فوجئنا ان مباراه يوم 20 والاهلي يوم 22 بالظبط، كانت المباراه يوم 20 يا امير، واتاجلت او اتلغت المباراه. الاتحاد الاماراتي كمان طلع بيان فيه لغط كبير جدا حول بيان قوي جدا بالزبط. وبيان نأسف ان هو للأسف طلع في هذا التوقيت. ولكن امير الملابسات ان الاستاذ ايهاب الهيطه مدير المنتخب صرح من تلقاء نفسه كده لوسائل الاعلام، يعني ايه من تلقاء نفسه، وقال تحديدا ان المباراه انتهت، قال انها خلصت. الراجل صرح دون الرجوع لاتحاد الكوره. التصريحات ده الناس تنقلوا، المهندس هاني ابو ريده كلم ايهاب الهيطه واتكلم معاه وقال له يعني ما كانش لازم التصريح ده. الراجل نفى للمهندس هاني ابو ريده اللي هو صرح ده، لكن هو مصرح لعدد من الزملاء اللي الواحد واثق فيهم. اتحاد الكوره طلع خطاب وقال ان هنأجل المباراه عشان لعيبه النادي الاهلي تبقى موجوده، لعيبه المنتخب تبقى موجوده، الدنيا تبقى تمشي بالشكل الكبير. البيان اللي خرج النهارده من الاتحاد الاماراتي، طبعا ناس زعلوا لما شافوا ان القرارات طلعت قبل ما تبقى في مخاطبات رسميه. العلاقه بين الاتحاد المصري والاماراتي وشركه بريزنتيشن حاجه كويسه جدا، بيعتمدوا على بعض، بيأدوا بشكل كويس. ان شاء الله المباراه هتكون مؤجله وهتلعب في وقت مناسب بكل نجوم المنتخب المصري مع نجوم المنتخب الاماراتي، ونشوف مباراه رائعه تليق بالمنتخبين. طيب ده شيء مهم جدا، وكان توضيحه اهم اكيد، لان يعني العلاقات دايما ما بين مصر والامارات بتبقى علاقات قويه، وخصوصا الناس خلاص عملوا حسابهم على ميعاد هذه المباراه وادركوه كمان في الاجنده الدوليه الخاصه بالفيفا. فبالتالي يعني امور كلها ان شاء الله يتم تصحيحها خلال الفتره الجايه، والمباراه تتاجل وتتلعب ان شاء الله فيما بعد. لكن برضو في جزئيه معلش عايز اعلق عليها بوب، انت قلتها ان الراجل بيصرح من تلقاء نفسه، مش المفروض في يعني امور اداريه في تنسيق الاول قبل ما اطلع اقول اي كلام يخص المنتخب، وخصوصا انت بتتكلم عن منتخب مصر وتاجيل مباراه وكلام من ده؟ معلش انا بنتعلم من خطا، وان شاء الله الخطا ده ما يتكررش، والامور تبقى ماشيه في الشكل اللي جاي بشكل امثل. لكنه درس للجميع ان طيب. يعني الناس تقول لك الخطابات الرسميه اهم، واعتقد الفتره الجايه ان شاء الله الدنيا تمشي بشكل كويس ان شاء الله. طيب خلينا نخش بقى في حلقتنا النهارده ان شاء الله، ونقول فقرات الحلقه. وطبعا اول فقره هتكون مع زميلي العزيز استاذ ايهاب الخطيب، وهستضيف فيها طبعا كابتن كبير كابتن امين عرابي نجم الاهلي السابق للحديث عن بعض الامور الهامه جدا. الفقره الثانيه ان شاء الله هكون معاكم، وفقره حواريه اخرى مع الكابتن ابو مجد مصطفى نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر الشباب في كاس العالم بالارجنتين، وايضا هتكون ان شاء الله فقره مهمه ومميزه جدا. الفقره الاخيره من حلقه الاهلي الليله النهارده هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهي خاصه بالكره العالميه وكل ما يخص الامور الكرويه في المستوى العالمي والاوروبي بشكل محدد. طبعا اكيد فقرات هتكون مهمه ومميزه جدا، لكن بعد الفاصل مباشره هتكون الفقره الاولى مع ايهاب الخطيب او استاذ ايهاب الخطيب، وهتضيف فيها طبعا كابتن امين عرابي، هتكون فقره مهمه ومميزه. استنونا بعد الفاصل. اهلا
بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه في برنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه هتكون مع واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن امين عرابي. مشرفني. اهلا بك يا هاب، وانا مبسوط طبعا وسعيد ان مع اعلام كبير زيك وفي قناه النادي الاهلي. نور الدنيا كلها. الله يخليك يا هاب. وطبعا احداث كتير جدا، وهارد لك لخروج النادي الاهلي امام الترجي في النهائي الافريقي، ولكن الدنيا بتستمر، الاهلي بيجهز لبطوله ثانيه، بيشارك، يبدا استعداداته ومرانه من الخميس ومباراه الوصل، واستعدادات مهمه جدا قبل مباراه الوصل البطوله العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز ابدا من حيث ما انتهيت ومن حيث ما انت قلت قبل الهوا، ان احنا القديم خلاص فات وبطوله وعدت ومفيش فرقه كبيره الناس بتزعل للبطل. يعني لو فريق عادي اتغلب الناس ما بتسألش، لكن البطل الناس بتعمل له حساب وتبدأ تتكلم فيه وتبدأ تتكلم معاه. فطول ما النادي الأهلي بطل وطول ما هو هيفضل بطل الناس هتفضل تتكلم، خصوصا لما يخسر بطولة وبطولة كبيرة. لكن أنا مش عايزك خوض في اللي فات. اللي فات كل الناس اتكلمت فيه والميديا كلها اتكلمت فيه والإعلام، وكل واحد يعني اتكلم بما فيه الكفايه. لكن عايزين ننسى ونفكر لقدام ونبص لقدام. زي الفرق الاوروبيه، زي ما انت ما بتشوف ماتش ريال مدريد وبرشلونه، ريال مدريد مغلوب 5 ولا 4 وساب الماتش وفكر في اللي جاي، وبعد كده بدا يمشي ويكسب وقرب النقاط من برشلونه. وهو ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي في تاريخه. النادي الاهلي اي فرقه في العالم توصل لمستوى متميز بيبدا الكيرف بتاعها ينزل تاني شويه بسيط ويبدا يطلع تاني، لكن لما بيطلع بياخد كل اللي قدامه الاخضر واليابس ما بيسيبش. وان شاء الله هو ده اللي بنتوقعه للنادي الاهلي وبنأمله ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وكانت تصريحات كابتن محمود الخطيب على شاشه قناه الاهلي يعني واضحه جدا، وخدت في طياتها كل ما تتنقله الجماهير واعضاء النادي والحديث عن الفريق. ناس فوجئوا بكلام مهم جدا، ولكن كان توقيته مهم، لان كابتن قال الفترة اللي فاتت ما كناش نقدر نتكلم في النقاط دي، خاصة والفريق بيمشي من دور لدور في البطولة، ولكن حتى لو كان النادي الأهلي خد البطولة كان يحصل بعض التعديلات. وده برضو كلام يحسب للكابتن محمود، لأن هو تربى وعاش وعاشر مجلس إدارات وعاش معاهم لغاية ما وصل لرئيس النادي، ودي سمة النادي الأهلي وسمة الكبير دايما. الكبير ما بيتكلمش إلا في الوقت المناسب، الوقت اللي يكون فيه كلام موزون والكلام له معنى. مش في اي وقت اطلع اتكلم، مش في اي وقت اقدر اصرح، مش في اي وقت اقدر اقول. فرقه كانت في مشاوير وفي بطولات وفي بطولات متلاحقه ومباريات متلاحقه، كانش ينفع ان الكابتن يتكلم ولا يقول اي حاجه. رغم ان هو من تصريحه قال انا شايف لكن كنت ساكت، ودي سمه النادي الاهلي في تاريخه. لكن هيبدا الاصلاح ويبدا الجديد في الفتره اللي جايه، وان شاء الله يعني بنتفائل كل جماهير النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي ومحبيه ان شاء الله مجلس الاداره هيجتمع بقياده الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يوم الخميس. واعتقد ان مفيش اقدر منه يتكلم في الكوره ولا يقدر يصلح الكوره في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. وانا مش عايز اقول كلمه اصلاح، لان هو النادي الاهلي طول عمره ماشي كويس وماشي بخطا ثابته، لكن هي فتره وعدت وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله نشوف القرارات وباذن الله تطلع حاجه مناسبه للنادي الاهلي ومناسبه لجماهيره وعشاقه اللي هي زعلت ويمكن خدها الحزن شويه، كانت متعشمه جدا في البطوله. طبيعي، لان جماهير الاهلي ما بتلعبش غير على البطوله. ما انا زي ما قلت لك وتعودت على البطوله، وده على فكره ده مش في العالم كله، لان هي كوره مكسب وخساره. هي دي سمه البطل، الناس تعودت انك تبقى بطل، فلما بتخسر حاجة بتحس بالحزن وبتحس بالمشاعر الحزينة شوية، لكن إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله بعد مجلس الإدارة اللي جاي في الفترة اللي جاية النادي الأهلي هيمشي بخطواته الثابتة زي ما كان ويعودنا، إن شاء الله البطولات الجاية كلها بإذن الله للنادي الأهلي. إن شاء الله. والأهلي بيستعد خطوات في التوقيت ده، بقى بيبقى في دور على الجهاز الفني، في دور على جهاز المعاون، اللعيبه نفسها تفوق نفسها، في جزء من اللعيبه مع منتخبات وجزء تاني موجود بيرجع يتمرن علشان المباراه الهامه يوم 22 امام الوصل الاماراتي. طبعا ده كلام مهم جدا وكلام يعني في وقته وفي توقيته. اعتقد ان واحد زي الكابتن محمد يوسف المسؤول في كمدير كوره قائم بعمل مدير الكوره ومدرب عام
ساشا ذهاب ان محمد يوسف كان في يوم من الايام المدير الفني للنادي الاهلي وحصل على البطوله. طبعا. فطبعا هو اقدر بالحته دي، اكيد قاعد مع اللعيبه، اكيد هيتكلم مع اللعيبه. مش عايزين ندخل كارتيرون في حاجات اداريه، هو هيتكلم في الحاجات الفنيه، في الحاجات العلاجيه بالنسبه للعيبه، ازاي يكلم اللعيبه في النواحي القصور الفنيه هيقدر يتكلم فيها. لكن اعتقد ان الكابتن محمد يوسف ومعاه الكابتن سامي قمصان هيقعدوا مع اللعيبه كاولاد النادي، وتربوا في النادي وعاشوا في مواقف دي كتير، اكيد هينقلوا لهم الخبرات اللي عدوا بيها في المواقف اللي زي دي، واكيد هيكلموهم. وبعدين عايز اقول ان لعيبه النادي الاهلي شافت وياما عاشت مواقف، منهم حسام عاشور عاش مواقف كتير في الحاجات دي، الكابتن احمد فتحي عاش مواقف كتير، شريف اكرامي عاش كتير في المواقف دي، فاكيد اللعيبه دي هتلم بعضها وبتقدر تتلم بسرعه وتقدر تقعد مع بعض ويخرجوا من الحاله النفسيه اللي هم فيها اللي احنا كلنا مقدرينها. لان برضه عايز اقول لك ان مفيش لعيب عايز يخسر. طبعا. مفيش فريق عايز يخسر بطوله. ممكن انا اكون الاوف داي بتاعي او النهارده مش يومي، لكن مش معنى كده ان انا عايز اخسر او ان انا بتكاسل او ان انا بتخاذل في وقت المباراه. ممكن ما تكونش يومي، ممكن يكون ربنا مش موفقني فخسرت، لكن انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي كلهم رجاله زي ما عودونا طول عمرهم، وزي ما عودنا النادي الاهلي بتاريخه وبعظمته ان اللعيبه هتلم نفسها ويقعدوا مع بعض. اعتقد ان الكابتن يوسف هيقعد يتكلم معاهم في طبعا حاجات نفسيه مع بعض اللعيبه اللي الجماهير ان انا شايف انها جت عليهم شويه، اكيد في اثار نفسيه بقت عند اللعيبه دي، هيقعد معاها فردي ويقعد يكلمها. مهم قوي مطلوب الشغل النفسي في التوقيت طبعا ده. الكلام النفسي ده مهم جدا ويخرجه من الحاله دي، خصوصا ان لازم يقعد مع لعيب لعيب. انا ده تصوري ان هيقعد مع لعيب لعيب، خاصه اللعيبه اللي اتكلم عليها الناس بشكل مش كويس. هيقعد معاهم وبعدين يقعد مع الفريق ككل. هم دول اللعيبه اللي لعبوا، هم دول اللي وصلوك طبعا، هم دول اللي جابوا البطولات. هو السنه اللي فاتت مين اللي جاب البطوله؟ ما هو 90% من اللعيبه دي وهم دول برضو اللي وصلوا نهائي الافريقيا، هم دول اللي وصلوا بشكل كويس لولا ظروف، عندك اصابات، عندك زي ما تقول دي اوف. فنيا ما كنتش تستحق عشان احنا نتكلم بصراحه على شاشه الاهلي طبعا، وما كانش يومك. وعايز اقول برضو حاجه يمكن مقوله انتوا بتقولوها في الاعلام، ويمكن انت من الناس الرواد في الحته دي، الاهلي بمن حضر. صدقني النادي الاهلي مش غياب اربعه او غياب اثنين او غياب ثلاثه، ياما غاب من اللعيب من النادي الاهلي لعيبه وحصل على بطولات، لكن اليوم ده مش يومك، او التوفيق النهارده مش معاك، او انت النهارده مش حاله واحد او اتنين، حاله اربعه خمسه في الفرقه ما كانوش كويسين، لكن هم دول اللي وصلوا النهائي وهي نفس اللعيبه. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو نفس الغيابات والنادي الاهلي كسب هنا ثلاثه، نفس الغيابات والنادي الاهلي كسبان الماتش اللي قبليه، نفس الغيابات والنادي الاهلي، يعني عايز اقول لك النادي الاهلي ما بيتاثرش، المفروض ان هو ما بيتاثرش بلعيب او اتنين او ثلاثه، هو ده النادي الاهلي اللي عودنا عليه وعشنا عليه وشفنا طول عمرنا النادي الاهلي في هذا الاسلوب. لكن انا بقول هي فتره وعدت، اللي حصل في المباراه الاولى يمكن وتر الناس شويه، وتر اللعيبه، الاخوه الاعزاء في تونس يمكن لعبوا على الوتر النفسي اكتر من الوتر الفني، اشتغلوا على العمل النفسي اكتر. ملحمه حلوه بصراحه، وتوافر جهود اعلاميه مع جهود اداريه، يعني عملوا يعني شغل خارج المستطيل الاخضر. بالظبط كده. والشغل ده اثر على لعيبتنا احنا نفسيا شويه. مع احترامي طبعا برضو عندنا لعيبه جوه الملعب في النادي الاهلي، يمكن انت تعلم وانا اعلم كده كويس، اول مره تلعب نهائي في اجواء صعبه، فيمكن دي خدتهم شويه. عدد الجماهير ده لاول مره طبعا، فخدتهم شويه، لكن انا بقول اللي جاي افضل. الجمهور هيقول لك والجمهور معاه محق ان لعيب النادي الاهلي يختلف، وده اللي قاله كابتن الخطيب، لعيب اللي بيلبس تيشيرت وقميص النادي الاهلي لعيب مختلف. ده الاصول وده المعروف وده اللي احنا عهدنا بيه، لكن برضو خد بالك في حته نفسيه مهمه جدا الناس مش واخده بالها منها، يمكن انت قلتها دلوقتي، احنا بنلعب بقالنا ثلاث سنين او اربع سنين من غير جمهور. دي كارثه في الكوره. اما يجي اللعيب يفاجئ في مباراه نهائيه وبالكم ده وبالضغط النفسي ده والعبء النفسي اللي معمول عليك من قبل ما تروح، وان احنا هنعمل وهنسوي وانتوا غلط والاتحاد الافريقي فطبعا ده شغل اللعيبه كتير جدا، ولازم يبقى في شكر الامن والجيش التونسي طبعا على طبعا. لا لا الناس لا كلها جت قالت الناس تامين على اعلى مستوى. لا وده عهدنا بتونس وعهدنا بالاشقاء العرب عموما مش تونس بس، وده الواضح في العالم العربي. دي رياضه في النهايه، هي رياضه، انت كسبت هقول لك مبروك، انا خسرت هتقول لي هارد لك، لان هي في النهايه رياضه. لكن انا بتمنى
ان المرحله دي تعدي، وان شاء الله هتعدي برجال النادي الاهلي، باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، بقياده الكابتن محمود الخطيب، بكل القائمين على الكره في النادي الاهلي. ان شاء الله الازمه دي هتعدي، وانا ما بسميهاش ازمه، انا بقول مباراه وعدت كبوه وخلاص. لا، لكن هتعدي، وزي ما قلت لك في البدايه، تملي البطل الناس بتزعل عليه. لو مش بطل الناس ما كانتش عملت كل ده. تمام، البطل عنده مباراه مهمه على ارضه، تعادل 2-2 مع الوصل. وصل فرقه ممكن يكون ترتيبها في جدول الدوري الاماراتي مش بالشكل المطلوب، لكنها ادت مباراه قويه، عندها لعيب من المحترفين بشكل كويس، فضلت تلعب لغايه اخر دقيقه وتادي باداء مميز جدا، والنتيجه كانت بتعادل ايجابي 2-2. مباراه ليست سهله على النادي الاهلي في هذا التوقيت، ومباراه كره قدم صعبه جدا، مباراه برضو بتساوي بطوله استمرارك في بطوله او خروجك منها. انا طبعا هتفق معاك في الكلام دوت. فرقه الوصل فرقه كبيره وفرقه محترمه، وفي الامارات الشقيق معروف نادي الوصل ومعروف اللعيبة المحترفين اللي عنده. لكن أنا برضو عايز أرجع لمرجوعنا، خد بالك المباراة الوصل وللأسف الشديد كانت قبل النهائي الإفريقي بحوالي أسبوع، وكل أذهان اللعيبة وكل فكر اللعيبة مشتت للمباراة النهائية، ويمكن أغلب اللعيبة اللي لعبت كان عنده الخوف أنه ما يصابش عشان ما يلعبش المباراة النهائية. بالظبط، مع احترامي طبعا الشديد لفرقة الوصل، فرقة محترمة وفرقة بنقدرها. لا، أنا بقيت حركة في تركيز في النهائي الأفريقي. طبعا، وفرقة هنعمل لها ألف حساب وإحنا رايحين، لكن المباراة هتختلف هناك تماما. النادي الأهلي خلص فضي، فهيشتغل شغل أعلى فنيا، التركيز هيبقى أعلى. خد بالك برضو النادي الأهلي لو مش قادر ما كانش قدر يتعادل، رغم الظروف اللي كانت محيطة بيه قبل المباراة بتاعت الوصل، اللي هي بعديها داخل نهائي أفريقي مع شقيق قوي زي الترجي التونسي، لكن في النهايه قدر يتعادل، ما خسرش برضه في ملعبه. وان شاء الله باذن الله احنا قادرين، في لعيبه هترجع، اللعيبه هتاخد فتره راحه، مع طبعا مع احترام المنتخب مصر، وده المقام الاول ان احنا كل الشغل عشان المنتخبات. لكن انا عارف ان في لعيبه هتبقى راحتها هتبقى اهدى شويه، هتبقى عندها زي ما تعودنا على لعيبه النادي الاهلي الغل والحماس والروح القتاليه، ان ما تروحش حاجه ثانيه. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان المباراه هتروح للاحسن باذن الله. المباراه هتروح للاحسن، لكن زي ما بقول لك مباراه صعبه، الفرق ادت هنا بشكل كويس. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان الفريق واللعيبه كانت عينيهم على النهائي الافريقي، وده كلام بشكل طبعا اكيد كلام مظبوط 100%. لكن في ظل بقى الضغط والخروج من افريقيا يعني في النهائي وعدم الحصول على البطوله، وداخل على مباراه برضو فاصله في بطوله، ده عبء كبير. يعني الجهاز الفني احنا قلنا يشتغل بشكل نفسي، مستر كارتيرون عليه جانب فني، في لعيبه خلاص ما كانتش مقاده افريقيه هتقدر تشارك، في اللعيبه ان شاء الله لعيبه هتعود زي احمد فتحي، هشام محمد ان شاء الله يكون جاهز، فبالتالي تحتاج استعداد خاص مثل هذه المباراه. طبعا اكيد هتحتاج استعداد خاص، وهتحتاج تركيز عالي جدا من اللعيبه. الشغل الفني لازم يبقى فيه قوي جدا. احنا خلاص لعبناهم وعرفنا مفاتيح اللعب بتاعتهم، عرفنا مين اللي ممكن نوقف المفاتيح بتاعتهم، عرفنا النقط الضعف اللي عند فرقه الوصل. خلي بالك انا عايز اقول لك برضو حاجه مهمه جدا، مباراه الوصل او في الامارات بالذات، الامارات الشقيقه او في السعوديه، تختلف الامور عن اللعب في تونس. انت في الامارات وانت رحت وشفت وعشت، هتلاقي الجمهور المصري، يعني انا في تصوري قد يكون اكتر من الجمهور الاماراتي، وهتلاقي كانك بتلعب في ملعبك بالظبط. مباراه كره قدم. طبعا يعني مباراه كره قدم بفنياتها ما فيهاش حاجه بره المستوى. طبعا، لكن انا عايز اقول لك الحته دي هتساعد اللعيبه برضو، يعني الحته دي الحاله النفسيه دي برضو، وانت بره ملعبك وتلاقي نفس الجمهور بتاعك كانك بتلعب في بلدك وفي استاد القاهره. وبعدين خد بالك الشعب الاماراتي ميال جدا للشعب المصري. فرقه الوصل انا زي ما قلت لك فرقه كويسه، عندهم ثلاث محترفين منهم الراجل البرازيلي نمرة 10 اللي هو الاشول اللي جاب الجون، لعيب كويس جدا، فطبعا اكيد هيتلاعب عليه، اكيد هنقفل المفاتيح دي كويس. طبعا اكيد احنا هيبقى عنده تركيز بقى على المباراه دي بس. طبعا هيبقى عندنا المبادره ان احنا نسجل، لان هو الدرون هيفيده 0-0. فاكيد احنا عندنا المبادره الهجوميه دي برضو. خلي بالك كون ان انا هاجم غير اما اكون واقف ومستني يعني مستني الفعل عشان اعمل رد الفعل.
احنا دلوقتي لازم هنبقى الفعل. بس اتوقع برضو من المنافس المحترم فريق الوصل اللي هو يكفي التعادل، لو تعادل سلبي يكفيه، فهل يقدر بقى يموت اللاعب يقفل الملعب ولا يفاجئ الاهلي ويلعب، ولا يلعب مضغوط المباراه كامله؟ اكيد المدير الفني بقى عنده سيناريوهات. مش هيلعب مضغوط، انا تصوري ان مش هيلعب مضغوط. اللي عنده المحترفين دي بالمهارات دي بالاداء ده في ملعبه مش هيلعب هيلعب يعني هيلعب يدافع او يلعب استناك او يقول لك انا استنى اتعادل. لا، هو هيلعب وهيهاجمك على اساس انه برضه يقتل لك المباراه ويقدر يجيب هدف، يعني يبقى يصعب عليك الامور اكتر. لكن انا بقول هتبقى في مساحات غير اللي هنا خالص، هيبقى في شغل فني. انا اعتقد ان الكابتن كارتلون ومحمد يوسف اكيد هيعملوا شغل كويس. اللعيبه اللي ما لعبتش اللي هيقدروا يأدوا بأداء أحسن من كده. وزي ما قلت لك الحتة اللي جوه بقى اللي الكابتن محمود قالها حتى في تصريحه، اللي يلعب في النادي الأهلي أو اللي يشتغل في النادي الأهلي لازم عنده شخصية النادي الأهلي. مظبوط. شخصية النادي الأهلي اللي هي الروح القتالية، إرادة النصر والإصرار من أول دقيقة لآخر دقيقة، وأعتقد دي هتبقى شرسة جدا عند لعيبة النادي الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني المباراة الأول تطلع نظيفة، تطلع بين أشقاء بين إخوة. إن شاء الله بإذن الله ربنا قدرنا ونقدر نكسب المباراة ونقدر نتعدها بإذن الله. خدتين النقطة تانية، شخصية النادي الأهلي. صالح جمعة لعيب مميز جدا، افتقد شخصية النادي الأهلي، طلب الدعم والمساعدة والنادي الأهلي بيمدله إيده. هل يمتلك صالح جمعة في هذا التوقيت أن نتحلى بشخصية النادي الأهلي في الفرصة الأخيرة له؟ أنا أعتقد وأتصور ذلك، لأن لو ما عملش كده يبقى شكرا صالح جمعة. خلي بالك النادي الأهلي صعب جدا ان النادي الاهلي بيمد ايده لاي حد، وعمره ما ساب لعيبته، وعمره ما ساب ولاده، وعمره ما ساب. لكن واللي بياخد شكرا من الاهلي بقى شكرا من شكرا شكرا وياما شفنا وياما وفي امثله كتير. لكن انا عايز اقول ان هو لعيب موهوب وعنده امكانيات. وانا يمكن قلت في كلامي ان هذا القرار قبل ما يكون قرار فني هو قرار انساني طبعا، لان صالح لما اتكلم بشكل رائع جدا وعاقل جدا ومتزن جدا، وقال كان دايما الاهلي بيحتاجني، لكن انا النهارده اللي بقول انا اللي محتاج النادي الاهلي. وعايز اقول لك هو ولد، الرساله واضحه منه جدا. لا، وهو ولد، اولا هنتكلم عن الناحيه الفنيه، هو لعيب سوبر ولعيب كويس ولعيب هايل كملعب. هو يمكن انت عارف برضو الولد الصغير اما يلاقي نفسه في نجوميه مره واحده، يلاقي نفسه في نادي كبير زي النادي الاهلي، في عقلية الناس ما بتستحملش، ممكن مش اي حد يقدر يستحمل عشان الكلام. احنا بنقول ايه شخصيه النادي الاهلي اكيد، فهي دي. ويمكن هو دخل وخرج وما خدش الشخصيه او ما عرفش يعني ايه النادي الاهلي. لما دلوقتي خرج وحس وشاف وعرف ان هو كان في مكان مفروض يبقى فيه احسن من كده، بدا يراجع نفسه، بدا عقله يرجع له، يعني ذهنه يرجع له عقله تاني. فان شاء الله باذن الله اتمنى، لان صالح من اللعيبه الممتازه جدا. انا على المستوى الشخصي شفته كتير، وشفته هو شبل، وشفته هو محدش بيختلف على مستوى الفني. وكم من نجم يا كابتن ظلم نفسه وظلم موهبته، فبالتالي ان يعود صالح في هذا التوقيت ويطلب ان هو خلاص هيبقى الشخص اللي الناس عايزاه، هذا لصالح جمعه قبل ان يكون لاي حد. طبعا هو من يكتب هو تاريخه بيده. خلي بالك هو ليه هو فقط. انا زي ما قلت لك النادي الاهلي لا يقف على لعيب، مش عايز اقول، مش عايز طبعا، انا مع احترامي لكل اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي، في اسماء كانت اكبر من صالح جمعه كتير في النادي الاهلي بمراحل، وعملوا وخرجوا والنادي الاهلي ما رجعهمش تاني. النهارده صالح انت اللي طلبت، والنادي الاهلي فتح لك بابه وخدك في ايده ودخلك تاني وقال لك اتفضل، بس لازم يبقى بحساب ولازم تقدر تشتغل شغل النادي الاهلي. وصدقني صالح جمعه لو ما استوعبش الدرس كويس وادى، وان شاء الله انا متاكد انه هو المره دي هتبقى مختلفه تماما معاه. فان شاء الله باذن الله يرجع ويعود احسن من الاول، وكلنا بنتمنى له كده لشخصه اولا وللكره المصريه وللنادي الاهلي. نثق فيه تماما، والفرصه دي محسوبه على صالح مش على الاهلي، على طبعًا الاهلي محسوبه. انا بقول لك اتفضل كمل، ولكن محسوب طبعًا عليه. وانا يعني اتمنى وصالح اخ اصغر انه ان شاء الله يستغل هذه الفرصه بإذن لان الله. احنا صعبان علينا الموهبه الكبيره طبعًا. كم من نجوم كبيره جدا بدون ذكر اسماء في الاهلي وفي الزمالك وعبر التاريخ الناس توقعت لهم يكونوا موجودين في حته تانية. النهارده لو جينا بصينا على واحد زي محمد صلاح، واخد راي حضرتك برضه في صلاح الموسم ده شايفه ازاي،
وهو في المنتخب الأولمبي لم يكن النجم الفاز ولم يكن النجم الأول. شوف من سبقوه في كتابة أسمائهم هم فين النهاردة ومحمد صلاح فين. فبالتالي دي سلسلة، وانت صالح مش أقل من حد. لا مش أقل، هو الفرق بينه وبين صلاح أو فرق بينه وبين أي حد إن أنا اجتهد على نفسي كلاعب كورة، أشتغل على نفسي. هو النادي خلاص وفر لك إن أنت دخلت النادي بتشتغل، نفس المدرب اللي بيمرن اللي جنبك هو اللي بيمرن اللي قدامك هو اللي بيمرن اللي وراك هو اللي بيمرن. مين بقى اللي بيسبق التاني؟ اللي بيجتهد على نفسه. انت موهبتك زياده طبعا، واللي بيشتغل على نفسه. الكوره مش جوه الملعب بس، الكوره بره الملعب كمان اهم من جوه الملعب. احافظ على نفسي، اشتغل على نفسي، اريح نفسي كويس سلوكيا، احافظ على نفسي بره. انت محسوب عليك كل خطوه، انت نجم مش لعيب عادي او مش واحد مش معروف، فكل خطوه بتخطوها بتتحسب عليك. يعني انا شايفك في البرنامج قبل ما اخش معاك تتكلموا على محمد صلاح عشان تشيرت، لا يعني حريصين عليه جدا. يعني انا قصدي اقول لحضرتك ايه، شوف انت وصلت للعالم كله، ده سكاي نيوز، ده البي بي سي، وصل انه يدور على ان محمد صلاح بتشيرت ايه. طبعا. فشوف اللاعب حافظ على نفسه ازاي لدرجه الناس بقى تتكلم على التيشيرت انت لابسه. طبعا. فانا عايز اقول لصالح جمعه خلي بالك، هي دي الكوره وهي دي النجوميه، انك تحاسب في كل خطواتك بره قبل جوه. يعني بره الملعب طبعًا. قبل جوه الملعب طبعًا. عشان تقدر توصل للمستوى او للاداء او للحاجه اللي تليق بالنادي الاهلي اللي انت جواه وتليق باسمك انت كصالح جمعه. طبعا اكيد ده كلام كويس، لكن عايز اشوف رؤيتك برضه. احنا بنتكلم في نجم زي محمد صلاح ماشي بشكل كويس، استعاد مستواه، استعاد ذاكره التهديف، مره اخرى بيعود معشوق الجماهير حول العالم وفي الدوري الانجليزي. شوف هو صلاح يمكن مر برضه بازمه وحاله نفسيه في الفتره اللي سبقت كاس العالم والفتره بتاعت كاس العالم، ويمكن دي هزته شويه. وانا في تصوري ان محمد صلاح من اكتر الناس اجتهادا واكتر الناس صبرا واكتر الناس بيشتغل على نفسه وعارف قيمه نفسه. فهو الهزه دي يمكن هزته شويه في بدايات الدوري الانجليزي. تمام. والناس قالت لك مش هيرجع زي الاول وما بيجيبش جوان وما بيجيب. لما بدا يركز وبدا يشتغل مظبوط وبدا ينسى المشاكل اللي بره ويركز جوه الملعب بس، بدا يرجع محمد صلاح. وبدا يبدا في حالات تهديف تانية. النهارده وصل 5 أو 6 أهداف. 6 أهداف. من 8 لأجيرو. فالدنيا قربت ولسه الدوري طويل وبدا يخش تاني مع برضو، ودي حاجه تحسب. واحنا حاسبين محمد اللي هو بيلعب سترايكر صريح، هو ده مش مركزه. ما انا بقول يعني هو بيتقارن بمركز تاني. لسه انت يمكن خدتها على لساني، يمكن تحسب برضو المدير الفني ان هو بدا يوظفه في اكتر من مكان. مزبوط. وبدا يدخله في حتت انا اتحفظت في المكان ده. اتعامل معاه بشكل جيد يورجن كلوب في هذه الازمه. طبعا اتعامل معاه بشكل كبير جدا. ما هو انا بقول لحضرتك الكوره مش لعيب لوحده، لعيب ومدرب واداره ومجتمع وراه. فهو انا شايف ان هو بدا يخطو وبدا يرجع الخطوتين ثلاثه اللي رجعهم تاني في السلم، فبدا يطلع تاني ان شاء الله باذن الله على نهايه الموسم. انا اعتقد ان صلاح هينافس تاني على احسن لعيبه في العالم، وهياخد ان شاء الله باذن الله حريف في افريقيا تاني، ونتمنى له كل الخير لان هو فعلا يستحق ذلك. الوصول للقمه سهل لكن الحفاظ صعب، هو طبعا. دي المعادله الصعبه اللي محمد صلاح وصل لها، وبنامل انه يحافظ على مكانه بين الافضل اوروبيا وعالميا وبين الالقاب اللي احرزها في موسم استثنائي في الدوري الانجليزي. ده لكل، مش انا وانت، ده كل المصريين وكل العالم العربي بيتمنى لصلاح، وان شاء الله باذن الله هو قادر على ذلك. ويمكن صلاح النهارده بقى قدوه لكل لعيبه الكوره في الوطن العربي وفي افريقيا، وكل الناس النهارده بتمشي في اي مكان يقول لك عايز ابقى زي صلاح او صلاح او صلاح. فان شاء الله باذن الله يبقى خطوه جيده للكره والكره المصريه باذن الله. مصر، تونس، النيجر، اسواتيني، مجموعه كنا شايفينها مجموعه خفيفه، تهزمنا من تونس في البدايه، كسبنا بقيت ماتشاتنا، بنأدي بشكل كويس، بنلعب على تونس على صدارة المجموعة. تونس ومصر تأهلوا لبطولة الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، مباراة مهمة جدا يوم الجمعة بعد أحداث الأهلي والترجي، وكل الترحيب للمنتخب التونسي والأشقاء التوانسة على أرض مصر بلدهم الثانية، ترحيب كبير جدا بالمنتخب التونسي، وإن شاء الله تكون مباراة قوية، ولكنها مواجهة قوية جدا لأجيري اللي لم يواجه منتخب قوي
في الفترة اللي فاتت، وبالتالي هذه المباراة هتبقى لها نظرة معينة، لها تقييم معين، على الرغم من أجيري وصل للجماهير المصرية بتغيير طريقة اللعب وزيادة معدل الأهداف. دي اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط 100%، بس انا زي ما بقول وزاخد من على لسانك ان المباراة دي هي اللي هتشوف منتخب مصر واقف فين. احنا طورنا اداء الهجومي بتاعنا، طورنا الاداء، بقينا بنهاجم اكتر، بقينا بنجيب جوال اكتر، ما بقيناش واقفين مستنيين يجي فينا جول عشان نبدا نهاجم. خد بالك المباراة مع فرقة قوية، فرقة جاية منتعشة، فيها لعيبة من اللي خدوا بطولة افريقيا، فرقة طول عمرنا مع مصر وتونس بتبقى المباراة صعبة. الأهم من ده كله أن المباراة لا تهم الفريقين في شيء، الفرقتين واصلين، كل فرقة أكيد ليها غرض فني من هذه المباراة. أيوة برافو عليك، وكل فرقة هتلعب عشان ما تتغلبش، كل فرقة هتلعب بأريحية في النهاية. حتى لو اتغلبت أنا ما خسرتش حاجة، أنا واصل بطولة أفريقيا، هي ممكن تفرق في الترتيب الإفريقي، لكن أنا عشان كده المباراة هتبقى صعبة واختبار حقيقي للجهاز الفني المنتخب مصر اللي بكنه كل احترام وتقدير مع تطوير اداء اللعب، ولعيبة منتخب مصر بعد كاس العالم وبعد الاداء اللي ما كانش كويس في كاس العالم. هي دي المباراة اعتقد ان كل الشعب المصري مستني نشوف احنا وقفنا فين. هل فعلا اتطورنا وهل فعلا ادائنا بقى يرتقي المستوى الفرق والمنتخبات القوية، ولا لسه زي ما احنا. هنا هتبان وهتبان، واكيد مستر اجيري طبعا والكابتن هاني رمزي اكيد ليهم حسابات مختلفه، اكيد هيبقى في شكل تاني للاداء. انا في تصوري ما اعتقدش ان هيلعب بنفس الاسلوب الهجومي من اول دقيقه مع الضغط الهجومي ضد فرقه تونس، لان هم عنده لعيبه كويسين ويقدر يستغل المساحات اللي في ظهرك كويس. فاعتقد ان لازم يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم. في بعض الاوقات لازم هندافع كويس واحنا معانا الكوره، لازم يبان الشق الهجومي اللي انت طورته. فاعتقد ان المباراه هتبقى مباراه ممتعه، مباراه ان شاء الله تطلع بشكل كويس، فاز من فاز وخسر من خسر، لكن هي في النهايه مباراه فرقتين واصلين النهائي الافريقي البطوله الافريقيه، فان شاء الله تطلع مباراه جيده ونتمنى الفوز طبعا لمنتخب مصر. لكن اكيد اللي فات ممكن تشوف خطوط عريضه كده لاجيري، تشوف شكله عامل ايه، تشوف طريقه لعبه، تشوف تطلعه مع المنتخب، تشوف اداؤه اللي هو بيدي لعيبه جديده فرص. شاف اجيري ازاي في الفتره اللي فاتت قبل مواجهه تونس؟ شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا متاكد ان هو كان في بعض اللعيبه كان بيجربها في المباريات دي. المباراه دي مش هيجرب، المباراة دي اعتقد ان هيلعب 100% من اللعيبة الاساسيين اللي في دماغه واللي هو فكر فيهم. في لعيبة الماتشات اللي فاتت بتاعت سويسلاند و سواتيني والنايجر، اعتقد ان هو حط لعيبة انا في تصوري مش هيبقوا اللعيبة الاساسيين في منتخب مصر، لكن هو جرب وشاف وهو خدهم. انا في تصوري برضه خدهم زي مباراة تجريبية، هو هيكسب هيكسب وعارف انه هيكسب، فخد المباريات دي كانها مباريات وديه تجريبيه ووصل بيهم وحقق بيهم اهداف معدل اهداف عالي، حقق بيهم اهدافه طبعا، حقق بيهم اهدافه. لكن هو دلوقتي لا، هو دلوقتي شغله الشاغل ال11 اللي هيبداوا المباراه، ودي مهمه جدا بالنسبه له، وهتبقى مباراه صعبه جدا فنيا، مش صعبه فنيا. فلازم هيبقى تشكيله، صعوبه المباراه دي ان مفيش هدف فيها واضح، بمعنى ان كل فرقه اكيد بتبحث عن المكسب، لكن الفرقتين اكثر هدوءا، مفيش تعصب، مفيش توتر، هيلعبوا كوره من اجل الكوره، من اجل الاستمتاع، من اجل تحقيق مكاسب فنيه. طبعا هيلعب كوره من اجل الكوره، بس في النهايه مين الزعيم في افريقيا في شمال افريقيا؟ انا ولا مين هيبقى على قمه المجموعه؟ مين هيبقى على قمه المجموعه؟ وبعدين مباراه عايز بقى، خاصه مباراه الذهاب كان منتخب مصر يمنيا بهدف في تونس وبالتالي عليه بالتعويض. لا وبعدين دي مباراه بقى انا عايز اشوف لعيبتي فعلا اللي انا هعتمد عليهم في المراحل اللي جايه، المباراه الثقيله هم دول اللي هيلعبوا وهيأدوا ولا لا؟ لان خلي بالك برضو اخطر حاجه ان انت تلعب ضد خصم مش فارق معاه النتيجه. يعني انا لو بلعب ضد خصم يعني مثلا زي مباراه الوصل والاهلي، النادي الاهلي عارف الخصم بتاعه عايز من المباراه وليه اهداف، تونس ولا احنا حتى مالناش هدف معين في الخساره او المكسب، لكن الشكل العام الرؤية الكبيرة للجمهورين. هل ممكن أجيري يجرب في التوقيت ده بشكل معين؟ يعني هو كان بيجرب في المباريات اللي فاتت سواء كان النيجر أو إسواتيني بشكل معين بلعبة معينة، هل ممكن برضه هذه المباراة
بيجرب او بيدي فرصه للمجموعه اللي هو شايف دي المجموعه الاساسيه معاه؟ يعني برضه بقى في نوع من التجربه لكن على المستوى او على الليفل ايه مثلا؟ الليفل ايه ده اكيد. يعني هل انت تتوقع كده انه مش هيبدا بصلاح زي ما بداش من الماتش اللي فات؟ هل تتوقع دي؟ ما يقدرش. انا في تصوري مش هيقدر. اعتقد ان هيبدا باللعيبه اللي هي المستوى ايه اللي عنده هو. طبعا خلاص زي ما انت حضرتك قلت هو صنف اللعيبه ايه وبي وسي عنده، واخد لعيبه. هو دلوقتي خلاص هو دي المرحله اللي انا هثبت فيها تشكيلي القوي اللي اقدر العب بيه المباريات المهمه، المباريات القويه اللي تقدر لما اروح بطوله افريقيا يبقى الاسماء دي هي المعروفه، الاسماء دي هي اللي بتلعب، الاسماء دي هي اللي فيها الانسجام، فيها الانضباط، فيها الترتيب المظبوط بتاع الفني عشان اقدر اشتغل عليها بعد كده. ولازم يحفظ دلوقتي. خلاص احنا هنلعب يمكن كلها فترة محدودة ونلعب كأس أمم أفريقية، فبرضه لازم أنا من دلوقتي وهلعب ماتش مباريات قوية. بذكر صلاح، التقارير الإنجليزية وبعض الصحف الإنجليزية ذكرت النهاردة إن صلاح قد لا يشارك في مباراة تونس، عنده ضغط مباريات، مركز في الدوري الإنجليزي، وفي نفس الوقت إن صلاح في الفترة اللي فاتت دخل ضمن هداف العالم، وبالتالي هذه المباراة برضه والتسجيل فيها والتهديف يعني يزيد من قوة صلاح على التنافس على هداف العالم في الفترة الجاية. شوف أنا طبعا مع احترامي للصحف الإنجليزية والدوري الإنجليزي وكله، صلاح مصري ودي مباراة مصرية، منتخب مصر، لازم أنا شايف إنه لازم يلعب ولازم مستر أجيري يبدأ بيه لأن المباراة قوية ومهمة. وخلي بالك المباراة دي هتزيد من نسب صلاح في الترتيب في بين لعيبة العالم، التهديف بتاعه هيزيد، شكله العام في الدوري اكيد تقل للمنتخب بشكل كبير جدا ومجرد وجوده في الملعب. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت لو افتكرت مثلا لو رجعنا من شهرين ثلاثه اربعه ورا، سوري يعني في اللفظ، انا يمكن ما كنتش راضي عن الكلام ده، كل مصر او الناس كلها تقول لك منتخب صلاح. كانت كل مصر تقول لك منتخب صلاح. فالنهارده مش ممكن يبقى واحد بالقيمه دي واحد بالقامة دي وما يبدأش مباراة زي مباراة تونس مهمة في ملعبنا، وإقول لك طب جاي ليه؟ معلش مع احترامي يعني، طب وأنت جاي ليه؟ لا احنا ما بغض النظر عن ما يقال، لكن أكيد حتى وجوده طبعًا مع المنتخب سواء كان في دماغه غير يبدأ بيه أو ما يبدأش بيه، أكيد ده فكر الجهاز الفني. لا أنا ماليش دعوة طبعًا يبدأ بمين أو ما يبدأش بمين، بس أنا بقول لك اللي أنا بتوقعه. تمام، وده طبعًا أقرب إلى الـ الواقع. ولكن مستر أجيري والحديث في الفترة فاتت على بعض الاختيارات، هل أنت شايف أن الشكل اللي ماشي فيه مستر أجيري والمخطط اللي هو بيتكلم فيه ب يعني خفض معدلات أعمار لعيب المنتخب وعدم ضم بعض النجوم، شايفه ماشي بشكل إزاي؟ لا شوف أنا حتة الأعمار دي طالما اللعيب بيأدي وبيقدر يأدي، طب عصام حضري لعب كأس عالم وهو كام سنة؟ 46 سنة. ميلا لعب كاس عالم وهو كام سنه. شوف انا عايز اقول حاجه، هو النزول بالاعمار ده في نادي في بتاع، لكن انا لو لعيب منتخبي الصغير في السن او الكبير بيأدي بنفس الاداء كويس وهيوصلني للهدف اللي انا عايزه لازم يلعب. ما هو اللي يقول لك اللعيب الصغير عايز اديله خبرات، هدي اللعيب الصغير خبرات. انا اللعيب الكبير ده لما هيبطل فجاه حاجه هقول هعتمد على لاعب، اجيب اللاعب الثاني بلا خبرات عشان انا بس بطرح الراي الاخر. وماله، ما انت كويس، الخبرات امتى تيجي؟ ماتشين اللي احنا قلنا عليهم بتوع افريقيا، اجيب اللعيبه اللي انا عايز العبها ولاعب؟ مش مظبوط؟ طيب الماتش زي بتاع تونس محتاج خبرات ولا محتاج لعيبه صغيره؟ لا محتاج اللعيب الجاهز. محتاج اللعيب الجاهز واللعيب اللي عنده خبرات شويه، اللعيب اللي يقدر يقف على رجله، اللعيب اللي يستحمل طبعا فرقه تونس ويقدر يلعب. طيب انت عندك لعيبه، انا ما بقولش لا قلل، انا ما بقولكش ما تقللش، لكن المراكز اللي محتاجه فيها ان اقلل. عندك مركز، انا طبعا مش هتكلم على واحد من نجوم النادي الاهلي، وانا انا شخصيا يعني كنت اتمنى ان يبقى موجود وليد سليمان ولا احمد فتحي، الاثنين كويس. كنت اتمنى ان يبقوا موجودين. حته العمر والسن، احمد فتحي لاعب من احسن اللعيبه اللي لعبت ماتشات كاس عالم كويس، ولغايه دلوقتي بيأدي مع النادي الاهلي اداء كويس. وليد سليمان لو يعني لا قدر الله ما شاء فعل، لو كنا خدنا البطوله كل الناس كانت بتقول لك بطوله وليد سليمان. ولعب ضد الفرق الافريقيه كلها وفرق كل دور في الافضل لاعب محلي في افريقيا الفتره الجايه. انا بقول هو من دلوقتي وعلى شاشه قناه الاهلي اكيد ليه دوره، هيكون موجود
ضمن اختيارات الافضل. لكن في النهايه شوف المدير الفني هو له الحق الاصيل في اختيار لعيبته، طبعا لان هو اللي في الاخر هيتحاسب. طبعا احنا كلنا بنتمنى، وحتى الان ماشي بشكل كويس جدا نجيري بارقام باهداف بكل لكن حاجة. احنا كلنا في الاخر بنتمنى، ولكن هو اللي عنده القرار وهو اللي عنده المسؤوليه وهو اللي هيتحاسب مش احنا. كويس، لكن احنا كشعب او كناس بنعرف في الكوره وبنتفرج وبنشوف بنقول والله ده كويس، انت خدته خدته، خلاص ما خدتوش احنا مش هنقدر نعمل حاجه، لان في الاخر الناس هتحاسبك انت. لكن المعدل الاعمار انا بقول في المنتخبات غير الانديه. يعني المنتخبات معلش غير الانديه، لكن انت في الاخر بتقول هي مسؤوليه المدير الفني. طبعا مسؤوليه المدير الفني يعمل اللي هو عايزه بالشكل، لكن هو الحق الاصيل. بالظبط، له الحق الاصيل عشان لما تيجي تحاسبه تعرف تحاسبه على نتائجه، تعرف تحاسبه على مستوى الاداء، على مستوى الفرقه، على المستوى العام بتاع البلد بتاعتك اللي انت سلمته منتخب. انت هيجي يقول لك طب انت قلت لي لعب ده اللي لعبته، طب ما انا خسرت بيه. ساعتها هترد تقول ايه؟ طبعا اكيد يعني احنا بنقول ان الجهاز الفني زي ما انت بتقول هو صاحب قراره، هو صاحب القرار، ولكن في بعض الامور الفنيه في المنتخب سلجادو اسم كبير في الكوره، لكن بيجي البعض يقول لك عليه مستشار فني، البعض يقول لك عليه مدرب عام في المنتخب، ولكن وجود مدرب يجي على الماتشات بس ويشتغل، هل ده بيبقى مطروح ولا انت بتشوف القصه ازاي؟ انا شايف ان ده مش حاجه كويسه. وحاجه طبعا ضد عرف كره القدم رغم خبرات الراجل الكبيره طبعا. لا اصلي يعني معلش انا لما بشتغل مع لعيب انا عارف اللعيب ده يوميا بيعمل ايه، وبشتغل معاه وعايش معاه وبنام معاه وبصحى معاه وبتفرج عليه وعارف سلوكه. انا لما غير لما يجي بقى في اخر تدريبتين كده ويبص خلاص يعني اخر تدريبتين انا معلش يعني مش هقدر عارف كل حاجه عنه، لكن لما عايش معاه وجواه وبشوفه وبنقعد وبيصحى وبينام وعايش في البلد بتاعته وسامع الناس بتقول عليه وسامع ده بيقول ايه، اكيد هتبقى عندي خبرات اكتر في التعامل معاه. غير ان انا معلش اجي ضيف قبل الماتش بيومين وامشي ضيف طبعا ما هي كده، اجي قبل الماتش بيومين وامشي بعد الماتش، وبعدين اعتقد ان دي حاجه يعني يعني معلش مش مظبوطه. طب انت بالمقارنه في الوقت الحالي وباللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي مع اجيري واللعيبه اللي كانت موجوده مع هيكتور كوبر في الفتره اللي فاتت، شايف ان في اختلاف معين ولا لسه احنا ماشيين رغم اختلاف طريقه اللعب لسه ما ظهرتش الهويه الجديده للمنتخب المصري مع اجيري؟ لا لسه ما ظهرتش، لسه ما ظهرتش. يعني انت لما تيجي تبص هتلاقي رغم الكره الهجوميه ورغم اضافه عدد هو طور الاداء جديد من اللعيبه ورغم احراز اهداف في المباراه، برضو كان المنتخب مع كوبر بيلاعب منتخبات مستواها الفني متواضع، ولكن كانت نتائج برضه بنفس الطريقه مع المنتخب الكبير والمنتخب المتواضع فنيا. ما انا عايز اقول حاجه، هو تطوير اداء الهجومي احنا طورنا الاداء الهجومي. لسه ما شفناش بقى الاداء الدفاعي، احنا كل الفرق اللي لعبناها فرق يعني معلش على قدها، هاجمناها هي ما هاجمتناش. كويس؟ هيبان بقى الحته الثانيه الجزء الثاني، ما هي الكره ايه يا استاذ ذهاب؟ وانت معاك بتعمل ايه وانت مش معاك بتعمل ايه. هي دي كره القدم، وانا معايا بتصرف ازاي وانا مش معايا بتصرف ازاي، مش معايا يبقى بدافع، معايا يبقى بهاجم. تمام، فالشق الهجومي احنا عملناه كويس في الفرقتين اللي لعبنا معاهم، الشق الدفاعي لسه ما ظهرش في حاجه خالص. ممكن الشق الدفاعي على افضل ما يكون بنسبه 99% بدليل وصل نهائي افريقيا كويس، وصل كاس عالم وصل بالطريقه دي، وصل كويس، وده الهدف التارجت. كوبر على فكره كوبر بالارقام حقق ارقام كبيره جدا وبالطريقه دي وانجاز وبالطريقه دي يبقى نجحت. البعض ربط بين طريقته وبين طريقه كابتن محمود الجولاء، هل كانت نفس هي الطريقه الدفاعيه ولا مش كل طريقه دفاعيه؟ كان يعني مع الكابتن جوري كان في اداء برضه مع الطريقه الدفاعيه، مع هيكتور كوبر كنت بتحس ان الاداء محدود شويه، محدود جدا كمان. وكان بيعتمد على اللاعب الواحد. يلا يرحمه الكابتن جوهري كان بيعمل الطريقه الدفاعيه بس بيعتمد على اكتر من لعيب جوه الملعب واللعيبه المهاريين، وكان بيعتمد على التمرير والاستلام السريع في الارض، كان شغل مختلف تماما، لكن كان بيعتمد. ما هو ده اللي انا بقوله لك، اجيري طور الاداء الهجومي، الحته الدفاعيه احنا لسه مش بنقول معلش. ما انت ما لعبتش منتخب جاب فيه الجول او جابه بشكل ازاي او الجول جه ازاي، لا جه فينا ماشي، بس ما كانش قوي فنيا، الضغط بتاعه ما كانش، الضغط الدفاعي عليه ما كانش قوي.
ما هو دي وقفات تنظيم دفاعي. هل التنظيم بتاعه بقى في الدفاع هيبقى مظبوط؟ هيبقى متوازن؟ هيعرف يوقف اللعيبه دفاعيا؟ هيعرف يبقى مركزين في الحته الدفاعيه ولا هنبقى مفتوحين؟ مع الحته الهجوميه اللي هو طورها فعلا. تمام. وصلنا للجول سهل وبقينا بنروح باكتر من واحد واثنين وثلاثه للجول، لكن الشق الثاني لا لسه ناقص، احنا ما شفناهوش. لما يكتمل الشكل ده وتكتمل اللعيبه اللي في ذهنه هنقدر نحكم عليه ونقول فعلا احنا اتطورنا وادائنا اتطور. ان شاء الله اتطور المنتخب مع هيكتور كوبر، مع طبعا اجيري بيأدي بشكل كويس وماشي معاه بشكل رائع جدا، لكن برضو يعني احنا يعني زي ما تقول لسه ما قلناش الفينال. ناس كتير قالت ان هو اداؤه ماشي كويس، ناس كتير قالت ان هو شكله الهجومي كويس، حضرتك بتقول لسه برضو عايز اشوف الشقين. طبعا مباراه تونس تطمنك ولا تكون بدايه في الشكل اللي انت عايز تشوفه؟ لا هتبقى على الاقل هتديني نسبه 65% من الشكل العام للمنتخب سواء في الهجوم او 65%. في الدفاع. ما هو انت لسه برضه، ما انا زي ما قلت لك مباراه تونس دي نتيجه كبيره برضه على فكره. معلش ليه مباراه تونس انا بحسبها ليه 65%؟ برضه انت بتلعب تونس طبعا وفرقه كويسه، لكن خد بالك تاني بقولها لك، المباراه الفرقتين واصلين. الفرقتين ممكن معلش يعني ممكن منتخب تونس يجي يلعب لك بالصف الثاني، ما انا مش فارقه معايا. ولا مش مظبوط؟ صح. ممكن هو مستر اجيري يجرب زي ما انت بتقول. بس هي القايمه بتاعت المنتخب التونسي يعني لا يعني ممكن ممكن يبدل في لعيبه. بس كان هو جاي بقيمته يعني ماشي القايمه الاساسيه، لكن ال 23 لكن ممكن في ال 23 ادخل ده مكان ده. واحد مش اساسي قوي يعني. يعني علي معلول لعب كاس عالم. ما هو مش هيلعب هنا مصاب. انت فاهم. ممكن يدخل بديل، ممكن واحد تاني ادخل بديل. فانا قصدي اقول لك مش هتبان قوي. تبان امتى بقى اكتر؟ بقيه ال 35% اللي بقول لحضرتك عليهم، اما تكون مباراه على مركز او على بطوله، يعني مثلا ما تروح بطوله افريقيا هيبان بقى. اما تلاعب بقى منتخب قوي في فترة الإعداد اللي هي تسبق بطولة أفريقيا، المنتخبات الأوروبية والمنتخبات اللي احنا بنلعبها، هيبان بقى الشقين وهيبان بقى الصورة اكتملت بالنسبة له ولا لأ. أنت فاهم؟ لكن برضو دلوقتي مش هيديك معدل كبير أو إن هو ده الصح وهو ده اللي اشتغلنا وهنشتغل عليه. هيديك بنسبة 65% بالكتير قوي. لو رشحت لي مثلا عدد من اللعيبة شايف إنها ممكن الفترة كده يكون ليها دور مع المنتخب بعيدا عن اختيارات اجيري، هل في لعيبه معينه شايفها؟ اهلي، زمالك، اسماعيلي، يعني لعيبه بشكل معين. شوف هو برضو انت ما تقدرش تقول كده الا على حسب المراكز الموجوده. يعني المراكز اللي موجوده، يعني انا شايف لغايه انا كان وجهه نظري يعني طبعا مع احترامي للكل ومش عشان انا اهلاوي، وليد سليمان كان لازم يبقى موجود. ما عندكش صانع العاب، ما عندكش بلاي ميكر بعد عبد الله السعيد يقدر يوصل الناس على اللي احنا شفناه من وليد الفتره الاخرانيه. انا شايف يوسف اوباما لعيب كويس في نادي الزمالك وعنده الحته دي يقدر يوصلها كويس. انا شايف برضو ابراهيم حسن في الاسماعيلي. مش عشان صلاح ومكان صلاح ومكان لا يقدر ويقدر يخش في الحته اللي جوه. في الاسماعيلي راح الزمالك. يقدر يخش في الحته اللي جوه برضه يقدر. احمد فتحي انا مش شايف ظهير ايمن احسن منه، معلش مع احترامي للكل انا شايف ان مفيش احسن منه. ولازم يبقى موجود خبرته وادائه مع السن الصغير اللي انت بتدور عليه، لكن لازم يبقى في واحد خبره يوجه اللعيبه، يبقى قائد جوه الملعب، يبقى بديلك انت كمدير فني جوه الملعب. مش قادر توصل حاجه اللعيبه هو يوصلها. حتى لو هيلعب يعني مع احترامي فرق 100% مع النادي الاهلي. أكيد لسه عندنا كلام كتير لكن الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعة. الله يخليك. لو حضرتك عايز تقول أي حاجة قبل ما أشكر حضرتك. لا ده بالعكس، ده أنا اللي بشكركم وبشكرك تاني وبشكر القناة، وإن شاء الله بتمنى الخير للنادي الأهلي. وعايز أقول كلمة أخيرة لجماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية عموما. الكرة مكسب وخسارة، ومش مكسب خسارة بطولة أو خسارة مباراة هي نهاية المطاف أو نهاية العالم. واي تيم في الدنيا بيوصل لمستوى عالي جدا ويبدا الكيرف بتاعه ينزل شويه لكن بيطلع تاني. ان شاء الله باذن الله انا يعني متاكد وعلى يقين بعد ربنا سبحانه وتعالى
ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي هيمشوا في المسار الصحيح وهيصلحوا الشكل اللي احنا كنا عليه، وان شاء الله باذن الله باذن الله البطولات قادمه لا محال. النادي الاهلي ما بيبصش غير على الاول، وان شاء الله هنفضل الاول وباذن الله البطولات قادمه باذن الله. شكرا لحضرتك يا كابتن، شرفت ونورت. انا متشكر ليك. طبعا فقره حواريه اولى بتنتهي في الاهلي الليل، لكن لسه في فقرات اكتر وتميز اكتر. تظهر فقره مميزه جدا بعد الفاصل، والمتميز امير هشام. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان بعد الفقره الحواريه الاولى اللي كانت مع زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيف، واللي استضاف فيها كابتن امين عرابي. معانا دلوقتي مع فقره حواريه اخرى في حلقه الاهلي ليله النهارده، وهي فقره هتكون مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين ونجوم منتخب مصر للشباب بالتحديد في 2001 وكاس العالم بالارجنتين، كابتن ابو المجد مصطفى. كابتن مجد مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير، ربنا يخليك. الحمد لله تمام. نبتدي منين؟ زي ما انت عايز. ماشي، نبتدي منتخب مصر. تمام. منتخب مصر طبعا بيستعد الفتره دي لمباراه تونس، مباراه مهمه جدا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه في 2019 في الكاميرون ان شاء الله. هي لحد دلوقتي في الكاميرون، يعني احتمال ان هي تتنقل، لكن المهم منتخب مصر خلاص تاهل هو والمنتخب التونسي، فبالتالي مباراه مع تونس ان شاء الله يوم الجمعه. ممكن من حيث النتيجه مش مهمه قوي، لكن مهمه بالنسبه للمصريين، واكيد كلهم هيتابعوا هذه المباراه عشان يقدروا يقفوا على التقييم الفني الخاص بالجهاز الفني الجديد بقياده مستر اجيري. بعض اللاعبين اللي بينضموا لاول مره لصفوف المنتخب المصري، في لاعبين كتير صغار السن، في محترفين ما كانوش بينضموا الفترات السابقه مع مستر كوبر. رؤيتك للمباراه دي وكيف تنظر لها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده وعلى قناه النادي الاهلي. طبعا يعني طبعا زي ما قلت انت في البدايه ان المباراه مهمه جدا طبعا لينا، ده من وجهه نظري ان ده هيبقى هيكون الاحتكاك القوي بالنسبه لنا. المنتخب مصر مش محتاجه في، يعني المباراه مش مؤثره في النتيجه، لكن مهمه جدا ان انت تشوف اللعيبه بتاعتك، طريقه اللعب بتاعتك، احتكاك قوي مع فرقه قويه زي منتخب تونس. متهيألي الموضوع مش هيبقى سهل. محتاجين جدا ان احنا في المباريات اللي زي كده او الاحتكاك اللي زي كده، عايزين بقى يبقى لنا شكل ونرجع تاني لمكاننا الطبيعي في ان احنا الفتره اللي فاتت كلها الاداء بتاع منتخب مصر ما كانش الناس راضيه عنه بشكل كبير جدا، بدليل ان كل الناس ما كانتش مبسوطه بالاداء في 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 معظم المباريات مع مستر كوبر. الاداء الدفاعي طبعا كان مشكله جدا للناس، مش مبسوطه، مش حاسين ان ده منتخب مصر، مش حاسين ان دي كره منتخب مصر، مش حاسين ان دي شخصيه منتخب مصر. رغم ان هو حقق كل مطلوب منه على فكره في الفتره دي، يعني وصلنا نهائي الامم الافريقيه ووصلنا كاس العالم بعد غياب فتره كبيره. يعني ما هو امير احنا برضه عايزين نكسر حته ان انا حابب ان انا بحقق وان انا بنجح وان انا، لكن في الاخر انت ما بتلعبش الـ 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 الحاجه اللي بتخليك تبين شخصيتك. ما ادائك وشكلك وطريقه اللعب بتاعتك وتاريخك، لا انت ما تضحيش بدوت ان انت تقول انا وصلت كاس العالم. وبرضه مع احترامي، ما احنا وصلنا كاس العالم وفي الاخر في الاخر كان يعني في الاخر برضه كانت الشكل العام هنا مش كويس. طبيعي ان كانت الآيات تختلف بقى، لو انت فعلا حققت ان انت وصلت كاس العالم، الطبيعي ان انت تبدا بقى تلعب اللعب الهجومي، تعمل شكل الفرقه هجومي، طريقه اللعب تختلف. انت خلاص انت رحت بقى المكان اللي انت عايز تروحه، فكان لازم الاهداف ساعتها تتغير، طريقه اللعب تتغير، الطموحات نفسها تتغير. احنا عندنا مشكله هنا في مصر حته الطموح. انا طموحي ان انا بوصل كاس العالم، طب ماشي انت وصلت كاس العالم وبعدين
ما انت طموحك لازم انت تخش بقى في التصنيف العالمي وتبدا، خاصه لو انت معاك مجموعه بقى دلوقتي عندك مجموعه كبيره جدا من المحترفين يقدروا يصنعوا لك الفرق. ناس لو انت قدرت تتحررها في طريقه اللعب الهجوميه بشكل كبير ممكن تحقق لك اللي انت عايزه وتخلي شكل افضل من كده بكتير. فيمكن احنا عانينا الفتره اللي فاتت بالاداء الدفاعي اللي كان موجود في منتخب مصر الفتره الاخيره، لكن انا شايف المباراتين حتى اللي لعبوا منتخب مصر مع ثلاث مباريات سوري مع سواتيني ومباراه مع النيجر يمكن الشكل مختلف، الاداء الهجومي في شراسه شويه، في حريه للناس بتكمل، في توازن حتى بين الدفاع والهجوم بين الخطوط، فدي حاجه مهمه جدا ودي حاجه لازم المدرب يبقى يوصلها للعيبه بشكل كويس، ان خلي بالك الفكره للفرقه بياخد الانطباع من المدرب طبعا. من شخصيه المدرب اكيد. المدرب لو عنده الشراسه وعنده طريقه اللعب بتاعته مختلفه، ان انا عايز اهاجم وان انا لا عايز العب كوره وان انا يبقى شكل مختلف من اول يوم اللعيب بيبقى شايفها. بدليل انا كنت فيه اوقات بستغرب ان بقول طب خلاص، يعني انا شخصيا لو انا بلعب في كاس العالم ووصلت خلاص اعلى مرحله او اخر مرحله، ايه المانع ان انا ابدا بقى العب لعبي وابدا العب الجانب الهجومي او الجانب الايجابي؟ خلاص انا يعني كده انت يعني الناس مش منتظره ان انت توصل لنهائي كاس العالم يعني. بالظبط بالظبط. فيمكن كان تساؤلات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، انت ليه الناس اللعيبه نفسها ما بتلعبش اللعب بتاعها اللي احنا متعودين عليه؟ يعني حتى اللعيبه المحترفه احنا عندنا الجزء المميز قوي الخط الامامي. في لعيبه كتيره جدا يمكن محمد صلاح، تريزيجيه، عمرو ورده، فالناس دي كلها عندها رمضان صبحي، حسين الشحات، فيمكن الناس دي كلها عندها حلول فرديه وعندها اداء هجومي مميز. ليه انا ما بستغلوش؟ يمكن انا شفتها الفتره الاخيره في مباراه منتخب مصر في التصفيات، واتمنى ان احنا نشتغل على كده، واتمنى ان احنا نقرب بقى من مستوانا الحقيقي ونقرب من شكلنا الطبيعي. يمكن احنا زي ما بقول لك اتاخرنا شويه الفتره اللي فاتت في الاداء وفي الشكل وفي طريقه اللعب. طيب قبل مباراة تونس اللي جاية إن شاء الله يوم الجمعة، هل نقدر نقيم الجهاز الفني ونقيم أداء منتخب مصر من خلال ثلاث مباريات اللي كانوا يمكن سهلين جدا والناس كلها مقرة بهذه الجزئية؟ يمكن أنا عشان كده قلت لك في بداية كلامي إن ده الاختبارات حقيقي للجهاز الفني وللعيبة كمان ولطريقة اللعب. أنت بتلعب منتخب قوي، بتلعب منتخب تصنيفه في أفريقيا من الناس الأوائل. طبعا يعني يمكن مباراة النادي الأهلي طبعا هتنعكس على المنتخب، ليها تأثير، هتبقى ليها تأثير طبعا. طبيعي ان احنا كمان نفس الكلام ندخل المباراة بمنتهى الجدية، والهدف منها ان انت تدي بقى انطباع وتطمن الناس ان انت الشكل اختلف، طريقه اللعب اختلفت، نطمن الناس بحيث ان احنا نقول ان احنا فعلا احنا عندنا منتخب قوي، منتخب احنا لسه في البدايات، بنكون منتخب صغير، ناس اول مره تخش، ناس ما لعبتش دولي كتير، الحاجات دي كلها مهمه جدا لينا. وخلي بالك الانطباع اللي الناس بتاخده في المباريات القويه ديت هو دوت اللي بيستمر في مشوار المنتخب اكيد. فيهمني جدا الانطباع في المباراه ديت، مباراه تونس، ان شاء الله يكون التوفيق مع منتخب مصر، والاداء وطريقه اللعب والشكل ان شاء الله باذن الله يكون مختلف. محتاجين ان احنا نركز بقى على الجانب الهجومي شويه، محتاجين ان احنا نرجع شخصيتنا تاني، وان شاء الله باذن الله اللي انا شايفه المنتخب ماشي بخطوات كويسه. تمام. بس هي الفكره برضو هي حته الصبر، انت عندك الفتره ديت فتره زي ما بنقول اللي هو الاحلال والتجديد، وعناصر بتخش وعناصر خبرات برضو، اصابات. يمكن احمد فتحي
يمكن من ابرز الغيابات عن المنتخب. هو حتى لو مش مصاب ما كانوش مختارين احمد فتحي يعني. يعني ديت انا من هويه سليمان. احنا هنتكلم في الجزئيه دي الخاصه باختيارات المنتخب لمباراه تونس، لكن عايز اسالك سؤال، هل الاهم في مباراه مصر وتونس بعد ما الفرقتين او المنتخبين تاهلوا خلاص لنهايات الامم الافريقيه، الاهم الاداء ولا النتيجه ان انت تسقر من منتخب تونس بعد ما فاز عليك في الجوله الاولى في التصفيات بهدف طه ياسين الخنيسي في رودس؟ الصقر اهم او ان انت تكسب منتخب كبير بحجم تونس حتى لو الاداء وحش، ولا نشوف او الشعب المصري وجمهور الكره المصريه يطمن اكتر على اداء المنتخب ومش مهم النتيجه؟ وجهه نظرك ايه؟ لا طبعا يعني انا يهمني الاداء ويهمني طريقه اللعب ويهمني شخصيه المنتخب اكتر من النتيجة. يعني لا اكيد لو انت لعيب، لو انت اديت بشكل كويس بشكل قوي بالكره اللي احنا متعودين عليها بشخصيه المنتخب في الثلاث مباريات اللي فاتوا لا اكيد هيبقى فيها نتيجه، اكيد هيبقى فيها نتيجه ايجابيه. مش دايما اللي بيأدي كويس بيعمل النتيجه المطلوبه. تمام، بس دوت بيديك انعكاس ان المنتخب بقى قوي، المنتخب بقى ليه شخصيه، المنتخب بقى ليه شكل، فدوت بيدي اللعيبه كمان ثقه في المباراه حتى لو النتيجه مش ايجابيه، لكن لما بتبقى عامل مباراه كويسه وادائك قوي دوت بيديك دفعة في المباراه اللي بعد كده، حتى ان انت خلاص بقى عندك ثقه والموضوع بقى بالنسبه لك سهل، تقدر تكمل وتقدر تشتغل بشكل كويس. فانا اهمني بس ان احنا اللعيبه يبقى عندها ثقه. متهيألي خاصة اللعيبة اللي هي ما لعبتش دولي كتير، ما احتكتش مباريات دولية كتير، والضغط الجماهيري، ويمكن ده نفس المشكلة اللي احنا بنعانيها الفترة ديت حتى مع الأندية اللي بتلعب في أفريقيا. زي ما شفنا حتى المصري قبل مباراة الترجي مع النادي الأهلي نفس الكلام. هتلاقي برضو اللعيبة لازم يبقى عندها الثبات الانفعالي وعندها الطموحات اللي هي ان انا احقق البطوله وان انا اقدر العب تحت ضغط جماهيري وضغط الناس كلها بتحاربني والحكام والكلام دوت. محتاجين ان احنا نربي الموضوع دوت عند اللعيبه عندنا. تمام. ان الموضوع دلوقتي متهيألي بقى مفتوح. اختيارات حتى الراجل اختيارات اسماء اول مره تلعب لمجرد ان هي بقت بارزه في الدوري المصري او كده، فيمكن قبل ما اعمل كده محتاج ان انا اجهز اللعبة دي كويس قوي عشان ما تتحرقش. ممكن اللعبة دي تبقى كويسه، ممكن اللعبة دي تقدر تفيدني على مدار السنين القادمه، لكن التوقيتات بقى امتى ياخد وامتى يقعد وامتى يخش المعسكر ده وامتى يلعب المباراه ديت، دي حاجات يقدر يشتغل عليها المدير الفني وطبعا الجهاز المعاون اللي معاه اللي هو طبعا كابتن هاني رمزي. اكيد هو هيبقى ادرى واحد باللاعب المصري وشخصيته وبالاداره كامله يعني. طيب قبل ما نتكلم في اللي ممكن يلعبوا المباراه دي او الافضل او اللي يكونوا انسب للمنتخب ان هم يلعبوا مباراه تونس، رايك في الاختيارات ايه الخاصه بمنتخب مصر، سواء اختيارات المحترفين او اختيارات القائمه المحليه الخاصه بفرق مصر بشكل عام في الدوري؟ هل يعني شايف ان في حد مثلا كان يستحق ان هو يكون متواجد، حد ما كانش يستحق ان هو يكون كمان متواجد؟ يعني انا اتكلم برضو على يعني ابرز حد كان المفروض يبقى متواجد الفتره ديت، خاصه اداؤه الفتره اللي فاتت دي كان مميز قوي، وهو وليد سليمان. انا شايف ان هو انا اول مره اشوف يعني من فترات كبيره جدا يكون في اجماع على لاعب ان هو لازم يكون متواجد في المنتخب، ورغم كده الجهاز الفني ما بيختاروش. طبعا كل الاحترام والتقدير لاختيارات الجهاز الفني، وكلنا بنساند طبعا منتخب مصر، يعني احنا مش بنشجع اللعيب، احنا بنشجع المنتخب ايا كان مين اللعيبه المتواجده، لكن اول مره نشوف الاجماع ده على لاعب ان هو يكون متواجد، وليد سليمان بالتحديد، ورغم كده ما بيكونش متواجد في منتخب مصر. هل ليك تفسير للجزئيه دي بالتحديد؟ يعني ممكن يكون لي رؤيه معينه. يمكن انا يمكن تابعت الفتره اللي فاتت الاخبار والكلام، يمكن عدم انضمام وليد سليمان الفتره ديت على حسب ما تابعت، يعني ان محمد صلاح هيكون موجود مباراه تونس لكن مش هيكون موجود مباراه الامارات لو اتلعبت، لو كانت اتلعبت هي تاجلت. فتقريبا كان الاتفاق ان محمد صلاح يكون في تونس ووليد سليمان
يبقى موجود في مباراه الامارات. طب وليه ما يكونش في مثلا يعني بديل لمحمد صلاح يعني؟ هو ده الطبيعي، ده المفروض يعني، ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي الفتره ديت، خاصه ان انا من وجهه نظري مش شرط كل اللعيبه المميزه او الكويسه تبدا مباريات. تمام. بالعكس، انا في وقت كبير جدا ببقى محتاج البدلاء ومحتاج الدكه بتاعتي تبقى قويه وتعمل لي الفارق اثناء مباراه. فكان يهمني طبعا وليد سليمان ان هو يكون موجود في المنتخب. يعني زي ما انت بتقول، حتى لو ما بداش بيه، حتى لو ما لعبش، اكيد وجوده كان هينعكس عليه حتى نفسيا، ان هو يكون، خصوصا ان احنا شفنا في مباراتي السواتني، المباراه الاولى اتصاب فيها محمد صلاح، المباراه الثانيه محمد صلاح غاب، فكان ممكن تلجا لوليد سليمان في فتره زي دي يعني. بالظبط. خاصه يعني انا شايف، بقول لحضرتك ان هو جايب لعيبه فعلا، المجموعه اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت كويسه، الاختيارات كلها تمام. انا ما عنديش مشكله في الاختيارات. ما عندكش اي تعليق على الاختيارات؟ لا، ما عنديش مشكله في الاختيارات. خاصه ان انا يعني انا محتاج في الفتره ديت ان انا اعمل جيل تاني وابدا اقاوي المنتخب، وابدا من بدري قوي ان انا اركز على مجموعه اقدر العب بيها وتقدر تستمر معايا لفترات طويله، خاصه ان انا عندي معظم اللعيبه الكبيره يعني اصابات، وبدات برضو المستوى ما بقاش ثابت، فيمكن الفتره اللي جايه ديت محتاجين نشتغل على الحته دي كتير. محتاجين يبقى عندنا صبر، مش منتخب مصر بس، حتى الانديه اللي بتلعب في افريقيا، والانديه اللي هي بتنافس في بطولات قاريه، محتاجين ان احنا نصبر عليها، محتاجين ان احنا نقف وراها بشكل كبير جدا وبشكل قوي. ان انت في فتره، انا شايف ان اختيارات حتى اي نادي اختياراته في ان هو يجيب لعيبه جاهزه او لعيبه مؤهله بقت صعبه جدا في الفتره دي. مش زي زمان، خاصه ان انت عندك معظم منتخبات الناشئين ما كملتش. فانت ما عندكش اللعيب اللي هو لعب تحت ضغط الاحتكاك الدولي. وخلي بالك، ده بيفرق جامد جدا في المنافسات او في البطولات اللي هي القاريه، اذا كان مع الانديه او المنتخب. لو ما عندكش لا جيل يقدر يتعامل تحت الضغط دوت، ويبقى عنده الثقه ان هو بيلعب بره في افريقيا في اجواء مختلفه بشكل مختلف، ده اللي مخلي الموضوع صعب جدا الفتره دي. يعني ده انا شايف من وجهه نظري، اختيارات حتى الانديه اللي بتلعب بطولات زي النادي الاهلي كذا بطوله في السنه، اختياراته بتبقى صعبه جدا، ان هو بيبقى محتاج لعيب بمواصفات خاصه. طبعا. فانا شايف ان الموضوع ده صعب جدا في مصر دلوقتي، ودوت موضوع كبير جدا، يمكن انا اتكلمت معاك فيه قبل الهوا، اللي هو قطاع الناشئين. لا، هنروح نتكلم عن قطاع الناشئين، بس خلينا نخلص المنتخب الاول. شايف ان هو يلعب بالتشكيل اللي هو مقتنع بيه، او ولا يجرب فيه مباراه زي مباراه بتاعت تونس ملهاش حسابات انت عايزها معينه، او انت خلاص تاهلت بشكل رسمي لنهائيات الامم الافريقيه؟ لا، انا شايف ان هو لازم يلعب بالتشكيل اللي هو هيستمر بيه، او الناس اللي هي يعني اللي هو ايه، انا بعمل هيكل للفرقه، فالطبيعي لازم العب بالناس اللي انا هقدر، اللي انا هعتمد عليهم الفتره اللي جايه، وابدا اشتغل، عشان انا محتاج ان هو يحفظ طريقتي، محتاج ان هو يحفظ شغلي. زائد ان انا مع احترامي مش هجرب في مباراه تونس، حتى لو انت مش محتاج، حتى لو مش محتاج. لا طبعا، يعني المباراه محسوب عليك، ومهم جدا ان انت تعمل نتيجه ايجابيه، ومهم جدا ان انت تدي الانطباع للناس ان المنتخب قوي، فالطبيعي ان انت تشتغل بمنتهى الجديه، بتشتغل بالشكل اللي انت هتستمر بيه، طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها، او اللعيبه اللي هتكون معاك لازم تستمر بيها، ولازم تلعب بالشكل اللي انت هتكمل بيه. ده مهم جدا، والمباراه زي ما قلت لك محسوب عليك نتيجا واداء وشكل، والمباراه في القاهره. بالظبط. فلا يعني انا شايف ان انت لازم تاخد المباراه بمنتهى الجديه.
طيب بما اننا كنا بنتكلم على تاثير مباراه الاهلي والترجي على مباراه منتخب مصر وتونس، في سؤال يمكن خطر على ذهني وانا بتكلم معاك وهو خاص بالنهائيات. يعني الزمالك وصل نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2016 خسر، الاهلي 17 18 للاسف الشديد ما وفقناش او النادي ما وفقش في الفوز بالبطوله. منتخب مصر نفسه وصل لنهائي الامم الافريقيه في الجابون وبرضه خسرنا البطوله. ايه مشكله الكره المصريه مع النهائيات من وجهه نظرك؟ كنت اكيد متابع عن قرب يعني. يعني انا يعني في اعتقادي ان مجموعه اللعيبه زي ما قلت اللي موجوده حته الناس اللي بتلعب نهائيات ديت كتير عايزه شخصيه معينه، عايزه شخصيه معينه. محتاج ان انت لعيب بمواصفات معينه، لعيب بيكون متربي من صغره على البطوله ومتربي من صغره على المنافسه. يمكن يعني يمكن كل الناس لمت اللعيبه الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي على الاداء، مش ان هم الناس مش النادي اللي خسر بطوله. يمكن الاداء والروح والشخصيه جوه الملعب ما كانتش موجوده بالشكل اللي الناس كانت منتظراه. فعشان كده احنا ما بنقدرش ان احنا تحت الضغوطات العاليه باللعيبه اللي بتبقى موجوده بنقدر نتعامل. وده ده اللي انا قلت لك عليه، ان انت عندك معظم المنتخبات الناشئين الفتره الاخيره ما نجحتش وما كملتش بشكل كويس. ويمكن ده قلل عندك اللعيبه الدوليه، وقلل عندك اللعيب الدولي دوت مش شرط ان هو بيلعب لما يلعب مع الفريق الاول. لا، اللعيب الدولي دوت بيبدا من بيبقى عنده سمات شخصيه كده، بالظبط، وبيبقى عنده التربيه حتى وانت بتشتغل معاه. لما بتضم لعيب في منتخب شباب او منتخب ناشئين انت بتبدا تربيه على سيستم المنافسه، وان انت تاخد بطوله افريقيا، وان انت تنافس على كاس العالم، وان انت تطور في نفسك، وان انت تشتغل على نفسك، ان انت تبقى لعيب دولي من دلوقتي. يمكن معظم اللعيبه اللي كملت مع منتخب مصر، يعني احمد فتحي انا فاكر لعب منتخب مصر وعنده 18 سنه. اه بالظبط. حسام غالي نفس الكلام. في لعيبه كتير جدا، رمضان صبحي، لعيبه كتير جدا لعبت وهي صغيره، بس اللعيبه ديت لعبت وهي صغيره عشان عماد متعب، لعبت ميدو. بالظبط، ميدو. فانت بتتكلم عن اللعيبه ديت كانت قبلها ناجحه جدا في المنتخب، اتربت في المنتخب، المعسكرات، الاحتكاكات، الحاجات دي كلها بتربي لك جيل تقدر تعتمد عليه في المستقبل. الناس دي لما بتدخل حتى مع القوام التيم زي الفرقه بتاعت ابو تريكا وسيد معوض وبركات اي لعيب صغير بيخش في المجموعه ديت بينجح بشكل كبير جدا. انت ما بتحرقوش، ده اللي احنا بنقول عليه. انت بتديله في التوقيت الصح، بتديله في الـ مع التيم اللي يشيله، مش اللي هو بيخش يشيل الفرقه. فانا شايف ان الفتره ديت احنا عندنا مشكله في الحته ديت، حته الناس اللعيبه الكويسه اللي بتخش محتاجه حد يشيلها في البدايه. تمام. وده مش موجود دلوقتي، غياب الخبرات، غياب اللعيبه الدوليه بشكل كبير جدا. يمكن ده مأثر بشكل كبير جدا على المنتخبات وعلى الفرق اللي بتلعب في افريقيا. طيب ده هيجرنا ان احنا نتكلم عن قطاعات الناشئين في مصر، وانت ليك تعليق على الجزئيه دي بالتحديد. كيف تقيم قطاعات الناشئين في مصر بشكل عام خلال الفتره دي؟ وهل الكره المصريه بتستفاد من الناشئين بالشكل المطلوب او بالشكل المرجو للناس كلها؟ يعني اللي احنا مستنيين ان قطاع الناشئين ده بيخرج عدد كبير جدا من المواهب، مش بتكلم على نادي معين، انا بتكلم على الكره المصريه بشكل عام. طيب انا شايف الفتره الوحيده اللي النادي او الانديه او مصر استفادت بيها بقطاع الناشئين في مصر بعد الثوره. بعد الثورة، من بعد 2011. عشان كل الأندية ما كانش عايزة تصرف. فبدأ دلوقتي كل الأندية بتصعد لعيبة كتير جدا، بتلعب في الفريق الأول، لعبوا كتير جدا، طلعت لك مجموعة هايلة هايلة. إن أنت خلي بالك اللعيب محتاج لعب، يلعب كتير، واللعب ده بيخلي عنده ثقه طبعا، اللعب ده بيخلي عنده شخصيه، اللعب دوت بيطور في ادائه، خبره. زائد ان انت ما بتبقاش حاطه تحت ضغط. تمام. يعني انا بقول لك الفتره الوحيده اللي مصر كلها نجحت في اختيارات او في تطليع ناشئين لفرقها في الفتره اللي هي بعد الثوره.
متهيألي منتخب متهيألي النادي الاهلي خد الكونفدراليه لو انت فاكر. صح. شوف صعد كام لعيب في صح. السنه دي صح. نادي الزمالك نفسه. طب كان المفروض ان احنا نلاقي نتيجه بقى من بعد الفتره دي، يعني انت بتقول ان بعد 2011 بعد الثوره كان في يعني ان الانديه كلها بتلجا لقطاعات الناشئين لديها، وبالتالي بيكون في لعيبه كتير ومواهب كتير، ليه المواهب دي مش باينه دلوقتي؟ يعني ليه مش بنشوفها دلوقتي؟ انت رجعت تاني بقى لان انت بتدور على اللعيب الجاهز. يعني انت رجعت تاني تدور على اللعيب الجاهز وبتدور انا عايز اللعيب الفلاني من النادي الفلاني، عايز اللعيب اللي هو الجاهز. بس هو طبيعي سمه الانديه الكبيره ومن ضمنهم النادي الاهلي، وده يعني بنسبه كبيره خلال الفتره الجايه اللي هيحصل، ان انت بتلجا للعيبه الجاهزين، لان انت بتخش اي بطوله بتبقى لازم تكسب، ما فيش وقت ان انت تجرب لعيبه، ما فيش وقت ان انت تقول ده هينفعني او مش هينفعني من خلال تجربته في بطولات كبيره مثلا زي بطوله دوري ابطال افريقيا، فدي برضو سياسه مهمه للانديه الكبيره يعني. تمام، بس لو السوق نفسه في لعيبه جاهزه، في لعيبه تقيله زي مثلا مستر مانو جوزيه لما جه الاختيارات كلها اللي عملها لعيبه كبيره، كابتن سعد معوض، كابتن عماد النحاس، كابتن بركات، طبعا كان كل الجيل دوت كله كان من بره النادي الاهلي، بس الاختيارات نفسها نجحتك. صح. انا من وجهه نظري في الفتره ديت انا مش شايف ان في حد ممكن يعمل فرق. يعني اللعيب اللي هو جاي بالظبط انا مش شايف السوبر او لو موجودين هيبقى عددهم قليل يعني. برضه في اعتقادي ان الاستثمار الرياضي اللي دخل في مصر دخل بشكل غلط. بشكل غلط. بشكل غلط. اولا ارقام كبيره جدا مطروحه بقت تتحسب على النادي. وانت بيبقى غصب عنك ان ده بقى السوق. وفي نفس الوقت الرقم دوت مش مناسب مع اللاعب اللي انت بتجيبه. مع امكانياته. مع امكانياته. واحنا عندنا مشكله ان اللعيب مثالي لما بيمسك فلوس كتير خلاص يعني ما بيبقاش عنده الطموح والدافع والحميه ان هو عايز يزود او ان هو عايز يطور من نفسه وعايز يوصل للعالميه. دي بتتعلق بالطموح برضه. يمكن نجاح محمد صلاح ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يوفقه دايما. طموح محمد صلاح مش فلوس. يعني هو بيشتغل طموح وبيشتغل على ارقام وبيشتغل على دوافع مختلفه. طبعا احنا عندنا طبيعه اللعيبه مش كده. ما عندناش حد عنده دوافع، ما عندناش حد عنده يوجد لنفسه حتى ان انا عايز العب 100 ماتش، عايز اجيب ابقى هداف كذا ابقى اللي هي الدوافع اللي اللعيب بيحطها لنفسه. الدوافع الشخصيه والفرديه في يمكن من اكتر الناس اللي انا كنت بقتدي بيها كابتن احمد حسن. طبعا بيوجد دوافع لنفسه غير طبيعيه. غير طبيعيه. وده اللي خلاه ان هو يكمل لحد سن كبير في الملاعب. بالظبط. فده ده ده مش موجود دلوقتي. ده مش موجود. فاصبحت البورصه بتاعت اللعيبه لا تتناسب مع الامكانيات. فلا احنا لازم نعيد نظر في الموضوع دوت. ويمكن انا قلت لو انا بصرف ثمن لعيب واحد بشتريه لو صرفته بس على قطاع عندي متهيألي هيخرج لي افضل بكتير جدا من اللعيبه اللي انا بشتريها. اللعيب اللي في الناشئين محتاج اهتمام طبعا، محتاج ان انت توفر له الظروف والامكانيات اللي هو يتطور بشكل كبير، ودي موجوده في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي حتى اختياراته في قطاع الناشئين بيجيب اللعيبه كويس قوي، اللعيبه اللي هي عندها موهبه وبيبدا يشتغل عليها وبيبدا يطور فيها، وده مهم جدا. بس ده ممكن يكون حل تاني مش اول، يعني ممكن يكون حل تاني في سياسه مثلا انديه كبيره زي النادي الاهلي مثلا، ان انت طبيعي لازم تلجا لقطاع الناشئين، بس في نفس الوقت لازم تدعم صفوفك بلاعبين كبار جدا يقدروا او عندهم طبعا بما يكفي من الخبرات ان هم يقدروا يسندوك كده في المباريات الكبيره والبطولات الكبيره. هو انا ليه قلت الحل ده دلوقتي؟ ليه؟ عشان انا مش شايف موهبه على الساحه، حد مميز قوي يقدر يجي في الفتره دي يعمل لي الفارق ويخش يسند لي الفرقه. انا 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 اربع لعيبه عندي، انا شايف اربع لعيبه ما لعبوش مع النادي الاهلي هم سبب الفرق. طب علي معلول واجايي وازارو واحمد فتحي، لا انت بتتكلم على مربع طبعا مهم جدا، فرقه مهم جدا، فرقه طبعا. فيمكن ده اثر بشكل كبير. ويمكن انت بتتكلم على اللعيبه دي لعيبه كبيره اكيد وعامله الفارق وخبراتها. فانت دلوقتي مع احترامي انت بتدور على باك رايت مثلا في مصر، مفيش باك رايت دلوقتي بقى صريح زي احمد فتحي مثلا،
زي اسلام الشاطر. مفيش. انت 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 اللي بيبقى موجود بيبقى باك رايت بس اساس اصلا ده بيلعب نص الملعب مثل. لكن ما عندكش مثلا حد حافظ واجبات المركز ده المركز بتاعه ده اللي هو بيتميز فيه. فعشان كده بقول لك اللي انا بطرحه دوت مهم جدا لازم نشتغل عليه الفتره الجايه. وخلي بالك ده دي مش مشكله نادي بس، ده انا في وجهه نظري دي مشكله الاتحاد. الاتحاد الاتحاد الكوره طبعا هو المسؤول على المنظومه والمسؤول عن القطاع. احنا كلنا بنبص على الهرم من فوق. طب الاساس بتاعي من تحت. القطاعات بتاعتي هل المسابقات اللي بتتعمل بشكل كويس، بتتعمل بشكل قوي؟ ها احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على فكره التسنين والتصوير والكلام ده في القطاع فعلا. احنا انت بتتكلم على مباريات دوري البراعم اللي المفروض ان هي بتبقى مهرجانات، بتبقى تاهيل بس، ان الولد بتبقى بمنظر تاني للاسف دلوقتي، بتبقى فيها حده المنافسه قويه جدا يعني. بالظبط. وده مش يعني مطلوب في سن صغير. بالظبط ده مش مطلوب خالص. مع احترامي انت فين منظومه تطوير المدربين؟ انا هو واحد من الناس، انا ما عايز امرن، انا عايز اشتغل في التدريب. تمام. طيب في مين هيساعدني؟ مين هيعلمني؟ كم مره اتعملت محاضرات او اتعمل دورات او اتعمل اجتماعات للمدربين اللي محتاجه تتطور؟ كم مره؟ ولا مره. ولا مره. فانت انا بقول لك ان هي المنظومه كبيره. وطول ما احنا مش مهتمين بالجزء دوت، احنا ايه اللي نجح منتخبنا يا امير؟ يعني احنا كمنتخب الشباب ايه اللي نجحنا؟ ما هو دي بقى الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. منتخب الشباب في 2001 طبعا يعني اكيد ذكريات كلها او كلنا ما نقدرش ننساها تحديد. وفوز منتخب مصر بالبرونزيه كاس العالم، وده انجاز غير مسبوق وما حصلش لحد دلوقتي او ما اتكررش يعني. خلينا طب نتكلم عن المنتخب شويه والذكريات بتاعتك مع منتخب كاس العالم، ومنها هنطلع او هنتكلم في بعض الامور اللي انت عايز تتكلم فيها. لكن في البدايه كده قول لي الامور كانت ماشيه ازاي؟ ايه اللي خلاكم ان انتوا تحققوا النتيجه الكبيره دي؟ انا لسه كان معايا كابتن محمد اليماني اول امبارح هنا برضو مكانك، وكان بيتكلم على ان انتوا كنتوا بتحبوا بعض بشكل كبير جدا كفريق متكامل تحت قياده كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني في ذلك التوقيت، وده اللي ادى ان انتوا تجيبوا ميداليه لمصر، ميداليه برونزيه، واكيد كانت او كان انجاز غالي جدا للكره المصريه. طبعا يعني كان زي ما انت ما قلت انجاز مهم جدا حققناه. الجيل بتاعنا كان فيه عناصر مميزه جدا، وزي ما قال اليماني من اهم حاجه كانت بتميزنا الحب والترابط اللي كان بيننا، ان احنا متجمعين من بدري قوي. يعني حتى من بدري جدا يعني احنا لعبنا في 2001 متجمعين من 98 يعني 3 سنين طبعا. فيمكن دوت ده اللي انا بقول لك عليه، انت اتحط المنتخب بلان كابتن شوقي غريب حطه، تنظيم الشغل، الاختيارات، الكابتن شوقي كان يعني انا انضميت للمنتخب وانا في شارع الدخان. والله يعني الراجل كان بيروح ويشوف ويتفرج ويختار. شارع الدخان، المزارع دي ما كانش لسه في الممتاز، وصعد ممتاز كان ابو مسلم ساعتها وحسين امين. القناه كان في الدرجه الثانيه ما كانش برضه في الممتاز. فكان بيختار الالومنيوم، كان يعني كان الاختيارات كانت مفتوحه في الفتره ديت لكل لعيبه مصر. ويمكن اللي نجحنا زي ما قلت لك ان احنا بدانا من بدري. كابتن شوقي كان عامل هيكل للمنتخب. وفعلا الحاجه اللي خلتك تنجح ان انت بدات بدري، وده اللي خلى اللعيبه الكويسه تستمر. احنا كان معانا لعيبه من اول المنتخب ما اتعمل في السنه الاولى والسنه الثانيه، ويمكن ما كملوش معانا في النهايه. فدوت خلى عند الاختيارات بتاع كابتن شوقي يبقى عنده اساس وعنده لعيبه يقدر يعتمد عليها. وده يعني ايه، انت عارف سوري يعني المصفى في الفتره ديت اللي قعد فعلا كان احسن لعيبه في مصر. تمام. في الجيل دوت اللي لعبوا كاس العالم. فدي طبعا كانت من المميزات. كان عندنا
الامكانيات اللي كانت متاحه في المباريات اللي انت كنت بتلعبها، الاحتكاك الدولي. احنا كنا بنلعب منتخبات قويه جدا واحنا صغيرين، ويمكن كان في معظم المباريات بنلعب مع سن اكبر فيمكن الاحتكاك بتاعنا اللي هو من بدري واحنا صغيرين خلاك لما تروح تلعب اي فرقه انت ما عندكش رهبه بالظبط، مش خايف. ده اللي انا بقول لك عليه، انت اتربيت من صغرك ان انت بتلعب على المكسب وبتلعب اي حد وبتلعب المنتخبات القويه. فبالنسبه لك لما احنا جينا نخش على البطوله الاهم طبعا وهي كاس العالم، مهما قوه المنتخب اللي انت بتلعبه ما كنتش قلقان، اسم مش قلقان بالعكس، احنا عمرنا ما دافعنا فعلا. احنا واضح من خلال المباريات احنا لعبنا الارجنتين اول خمس دقائق جول 1-0 جبنا جول. يمكن طبعا ظروف شلنا 7 للاسف. يعني المباراه دي كان ليها ظروف معينه، ويمكن برضو الفكره لو الجول ساعتها اتاخر بس شويه ربع ساعه متهيألي كان المباراه ما كانتش طلعت بالشكل دوت. بس فيمكن انا من الناس اللي انا بعتز بالجيل بتاعي، جيل محترم، جيل احنا على المستوى الشخصي بنحب بعض جدا، في تواصل لغايه دلوقتي. طبعا من الحاجات اللي هي نجحتنا قربنا من بعض، كنا كلنا ملتزمين، كنا مقفول علينا بشكل كويس، الاهتمام بالفرقه والاهتمام من الاتحاد ساعتها في الفتره ديت. ودي الجزء اللي كنا بنتكلم فيه، يمكن كان مدير المنتخب كان ساعتها المسؤول عننا المهندس هاني بوريده، وكان مدينا دعم غير طبيعي. كانت الناس كلها ورانا، كان هم عارفين ان الجيل ده جيل قوي، عشان كده كانوا في ظهرنا على طول. طيب ايه اللي خلى الجيل ده بما يمتلكه من لاعبين كانوا جامدين جدا جدا في التوقيت ده؟ يعني عندك محمد صبحي في حراسه المرمى، العتراوي، حسين امين، ابو مجد مصطفى، احمد ابو مسلم، محمود، عندك في نص الملعب حسام غالي، محمد شوقي، مين تاني عندك؟ اليمني، محمد عبد الواحد، وجمال حمزه، والرياض، جمال حمزه. فرقه كانت تقيله جدا. رضا شحاته طبعا. ليه الفرقه دي او ليه المنتخب ده ما كملش؟ ما شفناهوش في المنتخبات الكبيره، يعني ما شفناهوش في المنتخب الاول بعد كده، ايه اللي حصل؟ بص احنا بعد المنتخب ده الناس كلها كانت متوقعه في الوقت ده ان احنا خلاص كده احنا عندنا منتخب، يعني ايه شفناه في بطوله كبيره زي كاس العالم واخد برونزيه، فهنشوف بقى حاجه جامده جدا. ايه اللي حصل خلاكم تتراجعوا وخلى البعض ما يكملش كمان في الكوره؟ يعني اعتقد بعضكم او يعني لحد دلوقتي اعتقد 36 سنه 37 سنه بالكثير 36 يعني ليه ما كملتوش؟ كان ممكن نشوف لغايه دلوقتي عدد كبير منكم في الملاعب. بص المشكله مع اللي حصلت بعد المنتخب ان احنا اتحولنا للمنتخب الاولمبي. تمام. فالمنتخب الاولمبي دوت كان فيه عمرين. تمام. بيخشوا معاك. يمكن كان في الفتره ديت كابتن شوقي كان عايز يعمل احلال وتجديد للفرقه للمنتخب. مش عارف يعني انا في الفتره ديت مش عارف يعني كان في اعتقادي هل المنتخب كان محتاج احلال وتجديد بعد ما واخد برونزيه كاس العالم؟ باللي انا شفته لا. يمكن حتى احنا بانت قوي في التصفيات الاولمبياد ما كسبناش ماتش لان كان في عناصر كتير خرجت بالدعم اللي دخل. طبعا يمكن في عناصر كتير خرجت في الفتره ديت. انا ما لعبتش، ما كنتش موجود. احنا كنا في الفتره ديت بعد ما خلصنا كاس العالم لعبنا الفرنكفون، وبعد الفرنكفون يمكن لعيبه نادي الاهلي سافرت معسكر البرتغال. كان اول سنه لمستر مانويل، ودي كانت السنه الاولى لينا معاه. يمكن احنا طبعا حتى احنا رحنا له متاخرين، يمكن هو كان خلاص بيفنش المعسكر. كان انت ابو مسلم، رضا شحاته كان لسه منضم للنادي الاهلي؟ لا ما كانش لسه انضم. لا ما كانش لسه. رضا بس رضا شحاته جه في 2001 ولعب ماتش اهلي وزمالك في 2002. ايه؟ رضا شحاته كان موجود اعتقد، كان انضم. لا جه تاني سنه. والله جه تاني سنه؟ جه 2002. كنت انا وشيتوس وابو مسلم وحسين امين وحسام غالي. تمام. يعني عدد كان موجود من المنتخب الاولمبي راح المعسكر مع مستر مانويل في البرتغال ساعتها، معسكر اعداد بالنسبه للفريق بدايه الموسم. بالظبط. فمعظمنا طبعا لما رجعنا احنا رجعنا على مباراه ريال مدريد بالظبط، وكان مستر مانويل يمكن اول سنه بيطبق طريقه 4-4-2، كانت لسه اول مره تخش مصر.
احنا ما اشتغلناش يعني انا ما اشتغلتش عليها بشكل كافي. حتى لما لعبت مباراه ريال مدريد كانت التوجهات كلها من بره ان انا ما لعبتش طريقه. يعني انا ما لعبتش ما اتدربتش عليها بشكل كافي ما مش عارف الواجبات ايه. ان الطريقه مختلفه وانت بتلعب بليبرو وطريقه مختلفه وانت بتلعب ب 4 2 طبعا. دلوقتي الليبرو اصبح لعيب من الجنب اللي هو يعني الباك رايت اللي بيغطي اللي هو اللي بيغطي. فطبعا دي ما كانتش مفهومه طبعا بالنسبه لنا في الفتره ديت ان الكابتن شوقي يتخلى عن بعض اللاعبين بالظبط من غير. طب ايه السبب يعني انت من وجهه نظرك اكيد الراجل كان عنده سبب برضه. هو كان السبب في الفتره ديت ان انا يعني انا 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 اتكلم عن نفسي انا في الفتره ديت لعبت مع مستر مانويل الفترات بتاعه بطوله افريقيا دوري الابطال تمام اللي احنا خدناه في 2001 تمام. كنت بتشارك بالظبط بشارك في صفه مستمره لعبت بنسبه 75% من المباريات. يمكن المباريات اللي انا وقعت مني شويه اللي احنا كنا موجودين فيها في كاس العالم ان في مباراه اتلعبت واحنا ما كناش موجودين في مصر بالظبط. طب بس دي حاجه تضيف لك يعني انت بتشارك بصفه اساسيه مع النادي الاهلي في التوقيت ده هو كان احد العناصر الاساسيه. هو كان عامل سيستم ان معظم الناس اللي بتلعب في بطوله افريقيا ما كانتش بتلعب في الدوري فاهمني. فيمكن بعد ما خلصنا حتى بطوله افريقيا حققنا مشي على نفس المنهج ان الناس اللي كانت بتلعب في الدوري هم اللي يكونوا موجودين مستمره بشكل كويس. بطوله افريقيا لا اه طب مع ان بطوله افريقيا ده احتكاك اقوى يعني طبعا طبعا هي غريبه برده بصراحه طبعا. انا بقول لك انا يعني انا ما اعرفش كان الفكر في الفتره ديت ليه جايز هو كان عايز يدي فرصه يشوف برده الناس ممكن اللي كانت موجوده يحط عينه برضه على حد معين ممكن يكسبه في الفترات اللي الفرقه بتلعب بيها في افريقيا. لكن احنا بعد ما خلصنا بطوله افريقيا يمكن زي ما بقول لك مستر مانويل مشي على نفس المنهج ادى ماتشات كتير للناس اللي كانت بتلعب في الدوري. يمكن فرصتنا في اللعب انا شخصيا فرصتي في اللعب كانت قليله شويه الفترات اللي كانت في الدوري اللي بعد بطوله افريقيا فلغايه لما مستر مانويل مشي وجي مستر بومفري انا ما لعبتش معاه خالص ما لعبتش معاه ودوت يمكن سبب من الاسباب ان الكابتن شاوي ساعتها يعني قال لي انت ما بتلعبش الاحتكاكات الكلام دوت وبالعكس كنت بنضم للمنتخب يعني انا كنت في الفتره دي بنضم للمنتخب بس دي فتره مستر بومفري كنت بنضم للمنتخب ما كنتش بتلعب فيها خالص ما كنتش بلعب طب انا ما بلعبش ليه؟ بقد بتمرن كويس قوي المباريات اللي كان بيلعبها منتخب مصر في الفتره ديت حتى لو انا خدت ربع ساعه بقدها بشكل كويس. ده بخصوص مستر بومفري نفسه الكلام انت بتقوله ده يعني انت ما كنتش بتلعب كنت مستغرب في الوقت لا ده ولا انت قصدك على كابتن شوقي؟ يعني في الفتره دي مستر بومفري كان واخد قرار ان هو عنده ناس معينه عنده تمام فانا بتكلم على الفتره بتاعت يعني في الفتره دي وانا في المنتخب كنت بتروح المنتخب كنت بروح المنتخب ففي الفتره ديت ما كانش في ما لعبتش مع المنتخب كنت زي ما بقول لك بحضر المحاضرات المعسكرات الفترات اللي انا باخد فيها لعب بأديها بشكل كويس قوي. يمكن انا فاكر كان بنلعب منتخب فرنسا هنا في مصر ونزلت اخر ثلث ساعه تقريبا من المباراه تمام احنا من الشوط الثاني لغايه قبل ما انزل منتخب فرنسا ضغط تمام يمكن الحمد لله رب العالمين انا من ساعه ما الثلث ساعه انا لعبتها واحنا موجودين فين؟ في نص ملعب فرنسا في نص ملعب فرنسا الحمد لله السرعات كانت عندي انت مشهور بالسرعات بصراحه بالظبط فبالرغم من كده برضو استبعدت في الفتره اللي هي بتاعت المنتخب الاولمبي بعديها رحت الحرس الحدود لعبت الحمد لله بصفه مستمره يمكن من احسن المواسم اللي انا وده انطبق على بعض اللاعبين الاخرين في منتخب الشباب طبعًا. في الوقت ده ان هم برده ما كانوش بينضموا وده اللي ادى ان ما يبقوش متواجدين طبعًا. فترات كبيره مع الفرق سواء الفرق او المنتخبات يعني بالظبط طبعا لا وخاصه كمان كانت في ناس كانت بتلعب في فرقه وما لعبتش في المنتخب يعني في ناس ادت معانا لكاس العالم ولعيبه مميزه وما لعبوش بعد كده في المنتخب بصفه مستمره. طيب يعني كل توقيته بيبقى يعني ليه تفكير خاص بالمدير الفني اللي بيكون متواجد في التوقيت ده.
لكن بشكل عام كانت ايام رائعه يعني بصراحه جداً. بالنسبه للشعب المصري كمان احنا كنا بنتفرج كانت حاجه كبيره جدا جدا يعني من طبعا من الانجازات اللي الواحد طبعا اضافت ليه طبعا. طب توقيت كاس العالم وانتوا بتلعبوا كنتوا بتتالقوا بشكل كبير جدا على مدار البطوله كلها، كان في كلام من وكلاء كتير في الوقت ده ليكوا كلكوا اعتقد ان كلكوا كنتوا متالقين، لو كان جالك عروض في الدوري ده أنا قول أول الكواليس او مين الانديه اللي كانت انا اول مره اول مره اعرف ان في وكيل قعد مع اليماني واحنا في كاس العالم والله من الحلقه لما كان معانا اول مره يعني دي اول مره اعرفها. شوف انا كنت يعني موجود في المنتخب لكن دي اول مره اعرفها اللي انا عرفته بعد كده تمام. ومن ناس كصحفيين كانوا معانا في البعثه وكانوا قريبين جدا من الفرقه ومن الجهاز لكن في الفتره دي كان متعتم علينا ودي كانت في مصلحه بصراحه المنتخب، يعني انتوا ما تعرفوش عروض ان هي في مثلا انديه كبيره عايزاكوا او كامل ده بس انا اقصد يعني تمام بس كانت لازم تتقال لنا بعد ما خلصنا طبعا اكيد. انا ما عرفتهاش غير من الصحفيين يعني انا ما عرفتهاش غير من حد معين ويمكن قابلته في مره كان كنا يعني بنتكرم او حفله طبعا. بعد ما رجعنا مصر فكان بيكلمني قال لي احنا كمان اكتشفنا ان كان في عروض للاعيبه منتخب مصر اللي هم كانوا مميزين احنا ما عرفناش غير لما نزلنا القاهره والموضوع كان متعتم عليه بشكل كبير جدا وكمان احنا استغربنا ان الموضوع ما اتطرحش بعد كده ودي كانت انا شايف يمكن كانت فرصه كويسه قوي في الفتره ديت لو تم احتراف اكتر من لاعب في الفتره ديت ده كان هينعكس طبعا على 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 المنتخب وعلى وعلى اللعيبه في مصر وكان هتبقى النظره حتى لمنتخب مصر او الاختيارات للفرق اللي خارج مصر للاعيبه المصريه كانت تبقى قويه جدا وكانت هتبدا من بدري يعني احنا الناس عملت علينا دراسه بعد مباراه الارجنتين انت ازاي فرقه مغلوبه 7 وبتكمل البطوله للاخر وبايلك في ماتش غانا انت احنا في ماتش غانا اللي هو قبل النهائي دوت مع احترامي غانا ما راحتش على الجول برضه نفس الكلام خطا معين جول لكن انا بتكلم الناس كانت باصه منتخب مصر باصه محترمه جدا اللعيبه احنا كان بيتكتب علينا في الصحافه هناك لا كلام كان جامد طبعا كلام كويس قوي الاداء بصراحه كان مبهر يعني اداء احصائيات كمان لكل لاعب يعني احصائيات لكل لاعب انت اللاعب دوت جاب كام يعني بالنسبه لي انت عملت كام اوفر قطعت كام اوفر كام باص الحاجات اللي احصائيات ليه كل اللعيب بلعيب ديت كانت بتنزل تاني يوم في الصحافه هناك. طيب مين من الجيل بتاعكم في كاس العالم بتاع الارجنتين 2001 اللي شايفه كان ينفع لمنتخب مصر في الفتره دي مثلا للمنتخب الوطني الحالي حاليا دلوقتي مين اللي كان اصلح ان هو يكون متواجد مثلا الفتره دي بس لو السن لو السن طبعا يعني احنا بنتكلم لا مجموعه كتير مجموعه كتير يعني اولنا حسام غالي بصراحه طبعا حسام غالي نجم يعني كبير بصراحه يعني اولنا حسام غالي شيتوس رضا شحاته لا المجموعه محمد عبد الواحد لا كان لاعب مميز محمد عبد الواحد جدا شويط حاجه محترمه في نص الملعب طبعا طيب محمد شوقي طبعا محمد شوقي كمل طبعا محمد شوقي كمل ما شاء الله عليه مش محتاج الضم كان لعيب تقيل في نص الملعب محمد شوقي بصراحه يعني كان بيفرق مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. طيب نتكلم لجزئيه او نروح لجزئيه اخرى مهمه اليماني طبعا ما انساش اليماني اكيد اليماني كان متالق جدا في البطوله. طيب نروح لجزئيه اخرى وهي بطوله الدوري الموسم ده شايف البطوله ازاي وانت اكيد متابع بشكل كبير لبطوله الدوري شكل المنافسه تتوقع مين اللي ممكن يكمل في البطوله بشكل جيد مين اقرب لتحقيق بطوله الدوري طبعا مع وضع في الاعتبار النادي الاهلي ليه العديد من المباريات المؤجله كتير جدا يعني نتكلم على الدوري انا شايف مختلف السنه دي شويه يمكن معظم الفرق بتلعب كره مفتوحه هو على المستوى الفني اعتقد الدوري ممتع السنه دي يعني في كوره شويه
ولا انت شايف ايه؟ يعني انت اكيد ادرى فنيا من انا 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 شايف العكس، شايف والله الدوري في قوه وسرعه اكتر من الكوره، يعني اثاره. يعني طبعا دوت عشان الاعمار الموجوده وطرق اللعب اللي بقت المدربين بتشتغل عليها، يمكن ديت بتبقى محتاجه في السرعه اكتر والقوه اكتر، يمكن غياب برضو اللعيب اللي هو الموهبه او الحريف في مصر ده برضو مش مخلي للمباريات شكل جمالي. يعني احنا برضو عندنا مشكله في حته ان المدربين ما بتشتغلش على الاستحواذ والكوره مع اللعيبه. انا لما ابقى عندي لعيب سريع وعندي لعيب قوي ده ممكن لو اشتغلت عليه في فكره الاستحواذ وطريقه اللعب وتدوير الكوره والنقل والخطوط والكلام دوت، لا هيتطور هيتطور بشكل كويس اكيد، وده هينعكس على فرقتي. يمكن انا شايف ديت موجوده دلوقتي في الحرس كابتن طارق يتولى المسؤوليه. يمكن برضو شخصيه الفرقه اختلفت، شكل الفرقه اختلف، بيمسك كوره وبيوصل مش مستعجل، بيحاول نتائج كويسه بالظبط. يعني يمكن حقق اخر 4 مباريات مكسب تقريبا او 3 مباريات مكسب الفتره الاخيره، اعتقد ماتشين مكسب ماتش تعادل وماتش تعادل بالظبط. واحنا شفناه في مباراه نادي الزمالك كان عامل جيم هايل، وكان بايلوكي طبعا مباراه كانت كويسه جدا بالظبط. فيمكن زي ما بقول لك فكره ان الـ 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 الناس مش ما بتشتغلش على الجانب الفني او الجانب الخططي بشكل كويس، ده برضو مخلي الشكل الكوره نفسها مش حلو فنيا. يعني انا بقول لك انا شايف ان في جري كتير جدا، في قوه، في صراعات، اللعب مفتوح شويه، اللعب مفتوح. فيمكن لو انت بتشتغل الشغل الفني واللي هو الشغل المهاري بشكل كويس هيفرق كمان في المساحات دي. وبتعود اللعيب. احنا مشكلتنا عندنا ما عندنا الصبر. تمام. يمكن دلوقتي وادي دجله بيعملها بشكل هايل صراحه. صراحه يعني الراجل بيشتغل بدايات، بيبدا من عند عبد المنصف، بيبدا من تحت. والنتائج بتاعته، يمكن وادي دجله برضو سياسته ان هو بيصبر على المدرب وبيصبر على اللعيبه، وده بيدي ثقه للناس وبيخلي الناس اللي بتشتغل من غير ضغط، فده مهم جدا. لو اصرارهم على ان الراجل يستمر، يعني مع بدايه الدوري خسروا كذا مباراه ورا بعض كان الاداء مش حلو بالظبط، والراجل ليه اسلوب معين ان هو بيبتدي من تحت لغايه دلوقتي مستمر على الاسلوب ده، وبعد ذلك الاداره بتسنده كمان تظهر. بدا نتائجه تظهر، وده نتيجه مسانده الاداره ليه. كان ممكن اداره ثانيه تقول لك لا انا غير مدرب ورايح دماغي يعني. بالظبط. ويمكن المجموعه اللي موجوده في وادي دجله كلها صغيرين بالظبط، عشان كده بقول لك لما انت بتقدر تشتغل مع الولد او اللعيب الصغير وبتشتغل عليه فنيا او تكتيكيا بشكل كويس بيبقى الاستجابه كويسه، الاستجابه بتبقى عاليه. بس هي الفكره ان انت محتاج حد يبقى بيكون في ظهرك، محتاج صبر، محتاج حد يساندك بشكل كويس قوي عشان شغلك دوت طيب يستمر. تمام. زائد ان وادي دجله هتشوف دلوقتي اللعيبه ديت بعد سنه بعد سنتين هتبقى عامله ازاي. هو دلوقتي بيكون فرق، ده اللي انا قلت لك عليه في بدايه الحلقه بالظبط، في الاطار ان انا ما عنديش لعيبه سوبر او لعيبه قويه لعيبه تقدر تصنع الفرق، لا انا لازم اشتغل على اللعيبه اللعيبه الكويسه اللي هي سهل جدا تطورها، وفي نفس الوقت انت بقى بتدخلهم في الاطار بتاع اللعيب الدولي والمنافسات والضغط، واللعيب اللي هو يقدر يفيدك في المباراه القويه. تمام. طيب معايا اخر سؤالين عايز اسالهم لك، وهم يعني او السؤال الاولاني خاص بعوده صالح جمعه مع النادي الاهلي الفتره الجايه. خلاص الراجل بنسبه كبيره هيتم قيده في يناير، وشايف ازاي عوده صالح جمعه وهل هو هيكون مفيد للنادي الاهلي خلال المرحله الجايه، معوضه في الاعتبار اهميه الالتزام بالنسبه للاعب علشان يدي الناتج المطلوب اللي مستنياه كل جمهور النادي الاهلي، ومش بس جمهور النادي الاهلي كمان جمهور الكره المصريه عشان المنتخب المصري. طيب انت انا متهيألي انت جاوبت، هي فكره الالتزام. صالح جمعه لعيب جامد جدا. تمام. من اللعيبه اللي عندها شخصيه في الملعب، اللعيب اللي هو ما بيخافش. تمام. اللعيب اللي هو بيتحط تحت ضغط يقدر يعمل لك الفرق.
يقدر يكمل لك تحت الفرود. عنده حلول كتيره جدا، لكن هي ينقصه حته الالتزام. انا متهيألي الالتزام هيخليه ان هو يعني او هيخلينا نشوف صلاح جمعه طبعا بمهاراته بامكانياته بكامل طبعا. يعني انا شايف لو يعني انت كنت احد لاعبي النادي الاهلي يا كابتن ابو مجد، ايه النصايح اللي انت حابب تقولها مثلا لعيب بمهاراته وامكانيات صلاح جمعه؟ لان اللعب اكيد في النادي الاهلي مختلف، فانت حابب تقول له ايه او ايه الرساله اللي انت تقولها له عشان من خلالها يقدر ان هو يمشي في الطريق الصحيح مع النادي الاهلي ومن ثم المنتخب المصري؟ يعني لا انا شايف ان هو لازم يقفل على نفسه. لازم خاصه ان هو برضه مش كبير 25 سنه بالظبط، يعني مش كبير يعني 25 سنه دوت ده السن اللي هو النضج اللي انت تاخد منه كل حاجه. بالظبط النضج اللي هو اللي اللعيب بيوصله ده بالزبط. السن اللي بيخلي اللعيب يطلع كل اللي عنده صحه وفنيا وبدنيا كل حاجه. لازم يقفل على نفسه، لازم يعرف ان هو وجوده في نادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا اكيد. الانجازات والحاجات اللي يقدر يشتغل عليها في النادي الاهلي لو مش في اي حته بره مش هيعرف يحققها. فانا بقول له يعني انت لعيب جامد جدا ولعيب كويس قوي. محتاج ان انت تقرب من ربنا شويه، محتاج ان انت تقفل على نفسك، محتاج ان انت تبعد عن اي حد ممكن يضرك. انت مش لعيب صغير، اكيد انت بتبقى عارف اللعيب، عارف الشخصيات اللي هي تقدر تفيدك والشخصيات اللي هي تقدر تجرك لجيل او لمستوى مش كويس. انا حابب ان هو يبقى موجود. صالح جمعه لو عمل الحاجات ديت والتزم وقفل على نفسه هيفرق كتير جدا. مع احترامي في فترة قصيرة أنا شايف إن هو ممكن يعدي عبد الله سعيد. تمام. أنا وجهة نظري. هو عنده إمكانيات رهيبة. عنده إمكانيات رهيبة. زي ما بقول لك إمكانيات المهارية وفكر عالي جدا. لكن زي ما بقول لك هو محتاج ان هو يلتزم بشكل كبير جدا. ان شاء الله هو الراجل وعد بكده وان شاء الله ده اللي هيحصل في الفتره المقبله، واكيد هيكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي منتخب مصر. اخر سؤال، مباراه ما تنساهاش ليك مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ايه المباراه اللي انت مش قادر تنساها؟ مباراه مع النادي الاهلي ريال مدريد طبعا. يعني المباراه طبعا الواحد بيعتز بيها. ان انت تلعب في وسط نجوم كبار جدا في الوقت ده، كبار في الفتره دي، روبرتو كارلوس وناس كتير. فدي مباراه طبعا الواحد ما بينساهاش. ببقى سعيد جدا لما بشوفها باستمرار طبعا. اللي كان مفرح في المباراه ديت الجمهور طبعا. النادي الاهلي دايما جمهور النادي الاهلي بصراحه هو اللي بيصنع الفريق في كل وقت طبعا اكيد. يمكن الفترات اللي فاتت يمكن النادي الاهلي اتاثر بغياب الجمهور بشكل كبير جدا. جمهور بيعمل روح للفرقه وبيعمل روح للعيبه. يمكن مثالي لو موضوع الجمهور ده من بدري شويه روح اللعيبه وادائهم كان اختلف في مباراه الترجي بصراحه بمنتهى الامانه. طيب بالنسبه للمنتخب، المباراه ما تنساهاش ليك مع المنتخب؟ مباراه ما انساهاش مع المنتخب، مباراه فنلندا كاس العالم. دي المباراه كانت رقم 3 بعد مباراه الارجنتين. طبعا احنا كنا خارجين نفسيا متاثرين جامد طبعا، 7-1 كتير يعني. المباراه ديت كمان هي اللي خليتك تكمل. يعني انت لو تعادلت المباراه ديت خلاص شكرا، خلاص كنت رجعت القاهره بالظبط. لكن الحمد لله كان اللعيبه كلها كانت في الفتره ديت رجاله قوي. التعامل معانا في الفترة ديت الجهاز الفني كابتن شوقي تعامل معانا نفسيا بمنتهى الاحترافية ومنتهى العقل. تمام. يمكن بعد المباراة بتاعت الأرجنتين خرجنا اتعشينا بره وتمشينا ويمكن في الفترة ديت فعلا ما كانش فيه أي وسيلة للتواصل مع الناس هنا. حتى هو منعنا، احنا كنا على فترات مثلا بعد كل ماتش بيسمح لنا ان احنا نخرج مثلا في السنترار اللي جنب الاوتيل نكلم القاهرة نكلم اهالينا بتاع. في الفترة ديت قال لك ما فيش حد يخرج بره الاوتيل، ما حدش يكلم اهله، ان ده كان ممكن يعمل بعامل سلبي عننا في المباراة ديت طبعا.
فدي كانت مباراه، وخاصه الحمد لله كانت المباراه ديت كانت سبب انطلاقتي مع الجمهور. اشمعنى؟ الحمد لله انا عملت مباراه كويسه. اكيد. من المباراه كانت كل كره بتجيلي الجمهور بيشجعني شخصيا. في الارجنتين الجمهور الارجنتيني فعلا. صح، انا متذكر حاجه زي كده. كان انت واعتقد ابو مسلم كمان كان نفس القصه شويه. بس انا بتكلم على المباراه دي بس. المباراه دي، يعني المباراة دي بس كانت بدايتي مع الجمهور. انا كنت بلعب ناحيه الدرجه الثالثه زي اللي عندنا الناحيه الثانيه، وكان جمهور متواجد في المباراه ديت بشكل كبير. فكنت الحمد لله كل ما بمسك كوره بيبقوا عايزين يشوفوا انت هتعمل ايه، بلاقي تشجيع كمان. واول ما بعدي واعمل اوفر او اول ما بعمل حاجه صح بتلاقي الناس بتتفاعل معاه بشكل كويس. فيمكن المباراه دي المباراه اللي الواحد بيعتز بيها طبعا. كابتن مجدي، يعني نورتنا وشرفتنا النهارده في قناه الاهلي، وكنت مبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده. حبيبي امير، انا اللي مبسوط جدا ان انا معاك وفي قناه النادي الاهلي، وبتمنى لك التوفيق. انت من الناس المميزه ان شاء الله، وباذن الله نشوفك حاجه كبيره باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك كابتن مجدي، نورتنا وشرفتنا. طبعا ده كان لقائنا الحواري الثاني في حلقه النهارده، حلقه الاهلي الليله، مع الكابتن ابو المجد مصطفى، احد نجوم النادي الاهلي السابقين واحد نجوم منتخب مصر الشباب في 2001. اكيد كانت فقره مهمه جدا، واتكلمنا في العديد من الامور الهامه على الساحه بالتحديد الرياضيه المصريه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون فقره اخيره من حلقه الاهلي الليله النهارده مع زميل العزيز عمر ربيع ياسين، وكل ما يخص الكره العالميه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين مع حضراتكم في الجزء الثالث والأخير من الأهلي الليلة، ودايما بيكون الكرة العالمية. يعني آخر مرة كنت موجود مع حضراتكم يوم الحد، لكن في خلال الـ 24 ساعة و 48 ساعة الأخرى بدأ ان في كلام على محمد صلاح وتيشيرت محمد صلاح، ومؤيد ومعارض وبين مهاجم ومدافع، وبالتالي اخبار كتيره جدا جدا بيتم الكلام عليها بخصوص نجمنا المصري الخلوق المحترم محمد صلاح، لاعب ليفربول، افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، ويعتبر ثاني هدافين الدوري الانجليزي للموسم الحالي. طيب الزميل العزيز محمد عمارة، طبعا الصحفي السابق في يورو سبورت، كان تناول محمد صلاح او حل الموضوع محمد صلاح بشكل محترم جدا جدا. فطبعا يعني بما انه هو تناول الموضوع على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، بصراحه من اكثر التحليلات اللي عجبتني ومن اكثر التحليلات اللي انا شايف ان هي واقعيه جدا جدا، وبالتالي هنقلها لحضراتكم. بس كان لازم يعني اقول اسم الشخص اللي تناول تحليل الموضوع علشان هو ده حقه، ودي اقل حاجه ان احنا نتكلم عليها، نقول ان الموضوع يخص الزميل العزيز محمد عماره. طيب محمد صلاح تم نشر صوره على الانستجرام الخاص به في تيشيرت سودا عليها علامه لمواقع معينه او مواقع احنا عارفين يعني بتتكلم على المواقع الاباحيه بشكل عام، والناحيه الثانيه جمجمه او علامه خطر. وبدا ان الناس هنا بين مؤيد ومعارض، وناس تتكلم تقول محمد صلاح انت ازاي تعمل كده، محمد صلاح ده بيحارب المواقع الاباحيه وبيقول المواقع الاباحيه خطر. وبالتالي بدا ان الموضوع يتم تحليله، وبدا ان هو يبقى قصه كبيره جدا جدا كالعاده. يعني في مصر دايما لازم اي موضوع يبقى مثير للاهتمام، وفي نفس الوقت يعني يبقى قضيه كبيره جدا. همشي مع حضراتكم واحده واحده، وهنشرح لحضراتكم ايه اللي حصل. محمد صلاح، انا دوري هنا ان انا مش بدافع ولا بهاجم ولا بايد ولا بعارض، انا بشرح لحضراتكم موقف علشان كل واحد يقول اللي عنده بما يرضي الله. محمد صلاح بداية من وجوده في روما في عام 2012، المركز اسمه فيليب بلين. فيليب بلين هو مصمم أزياء عالمي، كان مسؤول عن تصميم أزياء فريق روما في الفترة اللي كان موجود فيها محمد صلاح سنة 2012. طيب محمد صلاح مبدئيا مش أول مرة يرتدي
ماركة فيليب لين في حياته، كان لابسها قبل كده، وكان لابس الجاكيت من تصميم المصمم العالمي فيليب لين في صورة جمعته مع اللاعب المصري لاعب نادي هادرسفيلد تاون رمضان صبحي. زي ما حضراتكم شايفين هو لابس تي شيرت وفوقيها جاكيت، الجاكيت ماركة فيليب بلين، والتي شيرت اللي تحتيها ماركة دولشا اند جابانا. ده مبدئيا. فبالتالي محمد صلاح مش أول مرة يلبس من ماركة فيليب بلين العالمي. طيب محمد صلاح وفيليب بلين ايه العلاقة اللي جمعتهم مع بعض؟ العلاقة اللي جمعتهم مع بعض من خلال الأوبنينج أو من خلال الحفلة اللي تم فيها الإعلان عن زي روما الرسمي في عام 2012 لما محمد صلاح، أو 2013 لما محمد صلاح كان موجود. هو مسك أزياء روما أو مصمم أزياء بدل فريق روما من 2012 حتى 2016. محمد صلاح كان موجود في الفترة 2014، أنا آسف مش 2012. وبالتالي محمد صلاح كان موجود في الحفل هو ونيانجولان، وزي ما حضراتكم شايفين معظم لاعبي فريق روما كانوا موجودين في الحفلة. وبالتالي هنا جت العلاقة ما بين محمد صلاح وما بين فيليب بلين. فيليب بلين هو مصمم أزياء عالمي، وبالتالي بيسعى إلى الشهرة، بيسعى إلى أن هو يفتح صفحات جديدة ويعني تعاقدات جديدة، حتى لو مش مع ماركات يبقى مع ماركات ليها علاقة مثلا بكوره، زي ارتباطه بنادي اي اس روما، زي ما بنتكلم على ارتباطه بعد كده بالعلامه اللي احنا مختلفين عليها وبنقول ان هي بتروج للمواقع الاباحيه. هنا الصوره دي بتبين لحضراتكم ان علامه السكال او الجمجمه او علامه خطر اللي حضراتكم شايفينها ده من ضمن العلامات التجاريه الخاصه بفيليب بلين. طبيعي جدا ان هو يعني دي مش علامة خطر أو مش علامة احذر أو مش علامة بتقول خلي بالك، هي من ضمن علامات التجارية علامة السكال أو الجمجمة، تحتيها في علامة لتو بونز أو عظمتين، وبالتالي ده لوجو على تي شيرتس وعلى الجزم وعلى أي حاجة ليها علاقة بفيليب بلين ممكن يحطها وممكن ما يحطهاش. لكن بعد كده هجيب لحضراتكم الصورة الأخيرة اللي بتدل على إن فيليب بلين والعلامة الخاصة بالمواقع أو الترويج الإباحي عملوا هنا شراكة وبدأوا إن هم يتفقوا إن هم يعملوا بروجكت مع بعض علشان يظهروا بيه. طيب فمن هنا حبيت أشرح لحضراتكم الفكرة من أولها لآخرها. وبالتالي أنا زي ما أنا قلت في الأول، أنا مش بدافع عن محمد صلاح ولا بهاجم محمد صلاح. إحنا بنوضح لحضراتكم إن محمد صلاح بشر في الأول وفي الآخر، وبالتالي طبعا هو مثل أعلى وقدوة وصاحب خلق وأخلاق، ومحدش أبدا يشكك في أخلاق محمد صلاح ولا هيخش جوه نواياه، هيعرف هو قصد ولا مش قصد. لكن الكلام إن تيشرت محمد صلاح اللي لابسها بتتكلم على محاربة المواقع الإباحية، هذا الكلام عاري تماما من الصحة. وفي نفس الوقت هو ليس مؤيد للكلام اللي حضراتكم بتسمعوه على مواقع التواصل الاجتماعي. هو شاف تيشرت، هو شايف ان هي عجبته، وبالتالي هو لبسها واتصور بيها ونزلها على الانستجرام. فعشان كده حبينا نشرح لحضراتكم الموضوع ببساطه، وعرفنا لحضراتكم ان هي مش اول مره محمد صلاح يلبس من ماركه فيليب لين. تاني حاجه علامه السكال او الجمجمه هي ليست احذر او خلي بالك، هي من ضمن العلامات التجاريه الخاصه بفيليب لين. وبالتالي فيليب لين ومحمد صلاح عرفوا بعض من وجود محمد صلاح في فريق روما، وكان فيليب لين مصمم الازياء للسوتس او البدل الخاصه بفريق روما من 2012 حتى 2016، في الفتره اللي كان موجود فيها محمد صلاح في الموسم او الموسمين اللي كان موجود فيهم مع فريق روما. وبالتالي هنا محمد صلاح طبيعي جدا ان لما يكون في علاقه شخصيه ما بينه وبين مصمم ازياء عالميه ممكن تعجبه حاجه هو صممها، ممكن يكون الله اعلم حصل اتصال ما بينه وما بينه وقال له انا في كولكشن جديد عايزك تجربه او عايزك هبعته لك تلبسه وتقول لي ايه رايك فيه. كلام كتير جدا، لكن احنا مش هنخش في نوايا الناس ومش هنقول. لكن الناس اللي بتقول ان محمد صلاح بيحارب ده مش صح، والناس اللي بتقول ان محمد صلاح قاصد ده مش صح. محمد صلاح راجل عنده اخلاق، راجل عنده قيم، راجل عنده مبادئ، راجل قدوه ومثل اعلى للشباب كلهم،
كلهم، وبالتالي احنا مش هنخش جوه نواياه ونعرف ايه اللي قصده من كل القصص دي. لكن اللي باكد عليه تاني محمد صلاح هو طبعا طبعا لازم يكون حديث الساعه بشهرته بنجوميته، طبيعي جدا لو واحد غير محمد صلاح ولا حد هيتكلم عليه. لكن احنا دورنا هنا، دورنا الاعلامي ودورنا في قناه النادي الاهلي، ان احنا نوضح الادوار، ان احنا نوضح ان كل واحد ايه الشيء اللي ممكن يحصل لو حد مكانه، يعني لو حد تاني غير مكان محمد صلاح هندافع عنه وهنتكلم عليه او هنأيده. لكن هنا احنا في موقف لا مؤيدين ولا معارضين، احنا هنا في موقف في النص، بنوضح للساده المشاهدين علشان اللي مش متابع يعرف، واللي ما كانش يعرف يبقى خلاص عارف القصه فيها ايه. وفي الاول وفي الاخر محمد صلاح هو بشر، واي بشر في الدنيا وارد ان هو يعني ممكن يحدث منه اي شيء، والكلام ده على كل الناس اللي موجودين في العالم وكل لاعبي كره القدم. لكن عشان احنا في مصر فدايما الانتقاد بيكون حاد شويه وبيكون في تركيز، بما ان محمد صلاح هو النجم الاوحد على الساحه الكرويه المصريه ومفيش غيره، يعني هو النجم الوحيد اللي بيشرف الكره المصريه حاليا خارج مصر. مش هتكلم في الموضوع ده كتير، لكن حبيت ان انا بس اوضح لحضراتكم بعض النقاط، يعني هي لا سلبيه ولا ايجابيه، هي بعض النقاط الحقيقيه نقلا عن الزميل العزيز اللي انا شايف ان تحليله هو 99% اقرب الى الحقيقه، الزميل العزيز محمد عماره. خلصنا محمد صلاح واتكلمنا عليه، بقى نخش في الاخبار ونخش في التوقف الدولي، وبالتالي خلاص هنريح شويه من الدوريات الاوروبيه. الاسبوع اللي جاي خميس جمعه سبت حد اثنين عندنا ماتشات دوري الامم الاوروبيه، وهنرجع تاني ان شاء الله للدوريات الاوروبيه الاسبوع البعد القادم، وبالتالي هيغيب عندنا المتعه والاثاره. لكن لابد من توقف دولي في صالح المنتخبات، سواء منتخب مصر اللي عنده ان شاء الله ماتش مهم جدا يوم الجمعه، ماتش مهم من ناحيه اول اختبار حقيقي ان شاء الله لمستر اجيري والجهاز الفني، كمان في دوري الامم الاوروبيه مباريات قويه جدا هنتكلم عليها. لكن تعالوا نروح لبعض الاخبار المهمه في حلقه اليوم. اول خبر بيتكلم عن يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول عن شاكيري. شاكيري اكيد واحد من نجوم ليفربول في الفتره الاخيره بيتالق. شاكيري كلوب اتكلم عن شاكيري وقال انه حقق توقعاته وكمان اكتر، كانش متوقع النجاح ده لكن نجح بزياده مع فريق ليفربول، وهو لاعب رائع ويعلم انه لديه العديد من الامكانيات للتحسن. يورجن كلوب اكيد طبعا هو مدرب، غير ان هو فنيا جيد جدا، هو كمان معنويا بيتعامل مع اللعيبه على اعلى مستوى. شاكيري في اخر مباراه شارك مع فريق ليفربول امام فولهام، نجح انه يحرز الهدف الثاني. مباراه ريد ستار بلجراد غاب عنها بسبب احداث سياسيه، لكن كان واضح التاثير اللي غاب من خلاله شاكيري واثر مع الفريق بالسلب. لكن ليفربول خسر في مباراه ريد ستار بلجراد في الشامبيونز ليج او في دوري الابطال، وكمان ساعد ليفربول وساهم في فوز ليفربول امام فريق فولهام 2-0. محمد صلاح احرز الهدف الاول وشاكيري احرز الهدف الثاني. كيميتش لاعب بايرن ميونخ بعد خساره فريق بايرن ميونخ من بروسيا دورتموند بالثلاث اهداف مقابل هدفين، كان ليه تصريح قال: اولئك الذين يلعبون هنا لانفسهم ولا يطورون من مستواهم، لا مكان لهم في هذا النادي. طبعا تصريح قوي، ما اعتقدش ان حاجه مقبوله من لاعب في الفريق انه يتكلم بالشكل ده على زمايله، في مدير فني، في مدير كوره، في رئيس نادي، وبالتالي ممكن يكون التصريحات اللي اتكلم عليها كيميتش اكيد بيحب النادي واكيد بيغير على النادي. لكن احنا عارفين ان بايرن ميونخ واحد من الانديه الكبيره جدا في العالم، واحد من الانديه اللي دايما ما بيحصلش فيها احداث فرديه زي ما احنا شفنا، لكن في الفتره الاخيره في بعض المشاكل اللي بتواجههم داخل غرف الملابس، سواء أريان روبن سواء فرانك ريبيري. بنتكلم على كمان وجود كوفيتش، واحد من المدربين الشباب اللي ليه مستقبل واعد في عالم التدريب، لكن تصريح من كيميتش يخرج بالشكل ده ان هو ينتقد زمايله ويقول ان اللعيبه مش بتطور من نفسها. من الاخر بيقول اللي جاي هنا ياكل عيش، ملوش مكان في فريق البايرن، لكن احنا هنا كلنا عايزين اللي يجي يلعب 100%. طبعا حق مشروع لاي لاعب، لكن غير مصرح بيه ان هو يتقال في الصحافه والاعلام. واحنا عارفين طبعا ان كيميتش واحد من اللعيبه الواعده جدا اللي ليها مستقبل باهر سواء مع المنتخب الالماني او مع فريق بايرن ميونخ. طيب يعني صحيفه سبورت الاسبانيه يعني سربت ان في بعض الاخبار المتداوله
من خلال أليكسيس سانشيز اللاعب التشيلي لاعب مانشستر يونايتد الحالي، ان هو بدا يتكلم مع الايجنت او وكيل اعماله على ان هو يبدا التفاوض مع فريق ريال مدريد، والسبب ان هو عايز يرحل من مانشستر الى جحيم، من جحيم جوزيه مورينيو الى ريال مدريد. طيب هل فعلا ينتقل أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد بعد ما انتقل من فريق ارسنال وكان عنده صعوبه بانتهاء عقده قبلها بست شهور، وانتقل لفريق مانشستر يونايتد وكان في كلام على الراتب وان هو اعلى راتب موجود في الفريق، وعمل فتنه ما بينه وما بين بول بوجبا وكلام كتير جدا على أليكسيس سانشيز، لكن هل الكلام اللي بتقوله صحيفه سبورت الاسبانيه ده صحيح؟ هل أليكسيس سانشيز هيقدر ان هو يقنع مسؤولي ريال مدريد بالتفاوض معاه؟ وهل كمان المقابل المادي اللي هينتقل بيه من فريق مانشستر ده لو الصفقه تمت بالفعل، هل في مقابل مادي كبير ممكن يطلبه فريق مانشستر يونايتد من فريق ريال مدريد ولا لا؟ في كلام كتير جدا بيتقال على كلام أليكسيس سانشيز ان هو مش مبسوط مع مورينيو، ان هو يعني الخبر بيقول كده بالظبط ان هو عايز يرحل في يناير للهروب من جحيم جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو زي ما حضراتكم عارفين عنده مشكلة في الفترة الأخيرة، هو عدم الاستقرار الفني، التذبذب في المستوى، التذبذب في النتائج، وبالتالي فريق مانشستر يونايتد يعني واضح الكلام ده على مورينيو انه عصبي جدا، عنده بعض المشاكل اللي كانت موجوده مع اللعيبه، وفي بعض اللعيبه اللي موجود لسه معاهم مشاكل، اخر المشاكل كانت موجوده مع بول بوجبا، لكن تصريح من رايولا الوكيل الخاص ببوجبا ان الامور مع مورينيو بقت احسن وبقت اهدى وخلاص هم العلاقة بقت أفضل مما كانت في سابق الفترة. لكن أليكسيس سانشيز لسه عنده مشكلة مع جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو زي ما احنا عارفين بيعتمد على لوكاكو في مركز رأس الحربة، وبالتالي حتى أليكسيس سانشيز لما بيلعب تحت رأس الحربة مش بيستعين بيه، بيفضل ان هو يكون موجود على مقاعد البدلاء. لكن أليكسيس سانشيز واحد من اللعيبة عندها تاريخ أودينيزي، برشلونة، أرسنال، مانشستر يونايتد، هل هيختم كاريره أو هيختم الفترة اللي جاية من حياته مع فريق ريال مدريد؟ أنا ما أعتقدش. ليه ما أعتقدش؟ إن ريال مدريد بيفكر في اسمين بيحاول بشدة أنه يضمهم أو يضم حد منهم في شهر يناير القادم، هو إيكاردي كابتن فريق إنتر اللاعب الأرجنتيني ونجم نجوم نادي إنتر والهداف نادي إنتر، وأعتقد أنها صفقة ممتازة جدا جدا لو نادي ريال مدريد قدر أنه هو يخلصها. الاسم الثاني هو كيلان مبابي لاعب منتخب فرنسا ولاعب باريس سان جيرمان، وانا اعتقد ان صعب باريس سان جيرمان يستغنى عن امبابي. هو صعب يستغنى باريس سان جيرمان لاي نادي عن اي لاعب مهم، بيتمسكوا باقصى درجه ممكنه من التمسك لاي لاعب. لو هنفتكر تياجو سيلفا لبرشلونه رفضوا، ماركينيوس لبرشلونه رفضوا، فيراتي لبرشلونه رفضوا، وبالتالي كمان يعني بنتكلم على المقابل المادي، لا هو ممكن كمان يعرض عليك مقابل مادي احسن من اللي انت هتاخده في انديه ثانيه، لكن اللعيبه بتدور على تاريخ، عايزه تاخد دوري ابطال، عايزه تاخد دوري، عايزه تاخد بطوله كاس، عايزه تاخد حاجات كتيره جدا، لكن مع باريس سان جيرمان دوري الابطال يعني شايفينه لحد دلوقتي شبه مستحيل. وبالتالي هنشوف ريال مدريد، عشان ما نتكلمش كتير على أليكسيس سانشيز وخبر انتقاله لريال مدريد. طيب يعني خبر بيتكلم على جوردي البا لاعب برشلونه الظهير الايسر الحالي لفريق برشلونه والسابق لفريق فالنسيا، انه اخيرا في معسكر المنتخب الاسباني. ليه اخيرا؟ جوردي البا لويس انريكي في الفتره الاخيره كان بيستبعده وما كانش بيضمه للمنتخب، لكن جوردي البا احرج المدير الفني وتالق مع برشلونه في الفتره الاخيره، بالاخص لو نفتكر مباراه ريال مدريد كانت مهمه جدا بالنسبه للاعب، شارك في المباراه، صنع هدف، كان متألق جدا، بيدافع بشكل كويس وبيهاجم بشكل منظم، وعنده توازن ما بين الدفاع وبين الهجوم، سرعة عالية جدا، كروسات على أعلى مستوى، تمركز أكثر من رائع، وبالتالي ألبا أخيرا في المعسكر علشان لويس إنريكي يعني مش بمزاجه غصب عنه بيضم اللاعب، بعد ما طبعا غصب عنه بالنسبة لمستوى اللاعب اللي خلاه يحرجه وإن هو لازم يضمه علشان يهرب من انتقاد الصحافة الأسبانية اللي لو ما ضمش جوردي ألبا.
لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم وافضل لاعب في اوروبا. طبعا جريده جول 50 بتمنح لوكا مودريتش جايزه افضل لاعب في العالم. لوكا مودريتش ما فيش شك انه واحد من افضل اللعيبه، لكن هفضل اقول وازيد واعيد ان هو كان رونالدو ومحمد صلاح بالارقام. مش بتكلم على المنتخبات، يعني بتكلم على الارقام، على الاحصائيات، على البطولات. محمد صلاح وايضا رونالدو، بنتكلم على رونالدو ان هو يعني حقق نفس البطولات اللي حققها مع مودريتش، لكن مودريتش هو اللي بيحصل على جائزه افضل لاعب في اوروبا وافضل لاعب في العالم. لكن انا شايف الثاني، هفضل اعيد وازيد في الموضوع ده لحد ما يعني ان شاء الله كده في السنه الجايه، ان مودريتش اخذ الجائزه لكن ما كانش يستحق 100%، لكن جول 50 اعطت الجائزه لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم. ودايما بيكون الجوائز اللي بتبقى في خلال السنه بتكون من خلال الجوائز العامه، يعني جائزه الفيفا كان تم منحها للوكا مودريتش، وجائزه افضل لاعب في اوروبا تم منحها لوكا مودريتش، وبالتالي الجوائز الفرديه هتروح للوكا مودريتش. ده امر طبيعي، الكلام ده حصل مع رونالدو، حصل مع ميسي خلال الاعوام اللي حصلوا فيهم على افضل لاعب في العالم. موقع جول، جودين لاعب اتلتيكو مدريد ولاعب منتخب اورجواي سيغيب عن الملاعب لمده 3 لـ4 أسابيع بسبب الاصابه. وهنا نقول ان المباراه القادمه ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد في بطوله الدوري الاسباني هيغيب عنها قائد الفريق جودين، واحد من المساكين او السنترال باكس المهمين جدا جدا المميزين، سواء بالكرات العاليه او الكرات اللي على الارض. قوه كبيره جدا هتغيب عن فريق اتلتيكو مدريد. اعتقد ان برشلونه هيستغل الوضع بغياب جودين وسواريز وميسي وكوتينيو، لو عاد من الاصابه اكيد هيستغلوا غياب جودين عن المباراه. لكن يعني 3-4 أسابيع بنتكلم في فتره كبيره جدا، شهر تقريبا، وهيغيب عن فتره مهمه جدا سواء في دوري الابطال او لسه ناقص جولتين في دوري الابطال في مجموعه اتلتيكو مدريد، وكمان بنتكلم على مباريات مهمه جدا لاتلتيكو في الدوري. طيب نروح لنادي كييفو وانه بيفسق عقده مع مدربه فينتورا بالتراضي. يعني المدرب خلاص يعني اقتنع، وهما الاداره والنادي اقتنع ان هما الاثنين الكيمياء مش ماشيه، الحظ مش ماشي، وبالتالي بيتم فسخ المدير، عقد المدير الفني بالتراضي. زي ما حضراتكم عارفين ان اي عقد في الدنيا بيكون فيه بنود، بيكون بين طرفين، طرف اول النادي، طرف تاني المدير الفني، وبالتالي كان موجود شرط جزائي. لكن المدير الفني لما بيشوف ان في سوء نتائج وان في عدم وجود حظ بيتفق مع اداره النادي ان هو خلاص الموضوع انتهى، وبالتالي بيفسخه بالتراضي بدون اي ضرر سواء للنادي او للمدير الفني. وده يعني في معظم الانديه المحترفه بيحصل الكلام ده، ان بيبقى في عقليات كبيره. هديكوا مثال على نادي تشيلسي. نادي تشيلسي زي ما حضراتكم عارفين ان هو تعاقد مع ماوريسيو ساري، تعاقد مع ماوريسيو ساري، وهو كان في تعاقد ما بين كونتي وما بين نادي تشيلسي. لكن نادي تشيلسي كونتي ما كانش حابب ان هو يفسخ العقد، وبالتالي نادي تشيلسي ملتزم لحد دلوقتي انه يسدد المبلغ الشهري اللي متفق عليه مع كونتي لحد ما ينتهي الموسم الحالي. يعني كونتي ما بيشتغلش في حته، وفي نفس الوقت بيجي له مرتبه لحد عنده بسبب انه رفض يفسخ عقده بالتراضي مع نادي تشيلسي. ونادي تشيلسي شايف ان هو فلوسه كتيره، وان هو يعني مصلحه الفريق اهم من مصلحه مالك النادي او فلوس النادي، وبالتالي تعاقد مع ماوريسيو ساري اللي هو بالمناسبه بيحقق رقم قياسي جديد، 12 مباراه بدون اي خساره، بيتخطى اي مدير فني في تاريخ الدوري الانجليزي بهذا الرقم. في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم كونتي بياخد مرتبه لحد دلوقتي بدون اي تقصير من اداره تشيلسي، ونادي تشيلسي قصر يكون في عقوبات من رابطه الانديه وكمان من الاتحاد الدولي لكره القدم. هنروح للدوري الايطالي، لسه مكملين مع الدوري الايطالي. ورسميا ايقاف جونزالو هيجوايين مباراتين بعد طرده في لقاء يوفنتوس. اللقاء ده بصراحه يعني اللقاء كان ممتع اكيد، بس من جانب يوفنتوس، ميلان ما كانش فيه اي تصويبه ولا كان ليه اي دور ولا كان ليه اي شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه في المباراه. جونزالو هيجوايين يا جماعه
قبل المباراه تصريحات ناريه في الصحافه. انا طبعا احنا عارفين ان جونزالو هيجوين الموسم الماضي كان بيلعب في يوفنتوس وانتقل مع مطلع الموسم الحالي الى نادي اي سي ميلان، وبعد انتقاله قبل المباراه دي بالتحديد اللي هيجوين منتظرها من فتره كبيره جدا جدا، قال ان انا سوف القن يوفنتوس درسا لن ينسوه، وان انا هسجل في شباك يوفنتوس، وان انا تيجي المباراه وتقدم يوفنتوس 1-0 ركله جزاء لفريق ميلان وهيسددها جونزالو هيجوين اللي بيفشل في احراز الهدف وبيضيع ركله جزاء. كمان جونزالو هيجوين بيجي في نهايه المباراه في تدخل عادي جدا جدا جدا، كلنا شفنا ان هو لا يستحق الطرد، حكم المباراه بيشهر البطاقه الحمراء مباشره الى جونزالو هيجوين اللي بعد ما يشوف البطاقه الحمراء يتجنن ويتعصب ويتنرفز على كليني، يتنرفز على رونالدو من كتر ما هو شايف ان هو مظلوم ان هو لا يستحق الطرد. لكن بعد تقرير الحكم ما اترفع عليه لجنة التحكيم الإيطالية شافوا أن إيقاف جونزالو هيجوين مباراتين في الدوري الإيطالي أكيد طبعا أثرت عليه بالسلب. في طبعا احنا عارفين أن ميلان لا يمتلك لاعب مميز في الصف الهجومي غير جونزالو هيجوين، لكن هو ده القرار الرسمي اللي طلع من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. طبعا يعني واحد من اللعيبه اللي بيعتزلوا او بنكمل مسلسل اعتزال لاعبي كره القدم المميزين، ديدييه دروجبا بيعتزل، بيحصلوا النهارده جو كول اللاعب المميز واللاعب المهاري واللاعب الاسطوري لفريق تشيلسي انه خلاص بيعلن اعتزاله كره القدم، احد امهر اللاعبين الانجليز على الاطلاق، لاعب مميز جدا، كلنا نفتكر جو كول سواء مع المنتخب او سواء مع نادي تشيلسي امتعنا كتير جدا، لكن هو ده حال كره القدم. قبليه بايام بسيطه جدا دروجبا او ديدييه دروجبا بيعتزل كره القدم رسميا. كل يوم بنفقد واحد من الاساطير اللي تعودنا نتفرج عليها في الدوري الانجليزي، وكان العمر بيجري بينا بسرعه جدا جدا، خلاص يعني كل الاساطير والنجوم اللي احنا كنا بنشوفها بيعتزلوا يوم بعد يوم. خبر مهم انا شايف ان هو كان هو محور الكلام في الفتره الماضيه وكمان في كاس العالم بخصوص المنتخب الانجليزي، وازاي ان الدوري الانجليزي بيؤثر بالسلب على المنتخب، بيأثر بالسلب على المنتخب لسببين. اول سبب ان عدد الاجانب اللي موجودين في الدوري الانجليزي اكبر بكتير من اللعيبه الانجليز، وبالتالي فرص لعب الانجليز في البطوله بيكون اقل، وبالتالي تألقهم مع المنتخب بيكون شبه منعدم، وفي نفس الوقت ان عندهم 4 بطولات في العام وبالتالي بيأثر عليهم بسبب الاجهاد سواء بطوله دوري او بطوله كاس الاتحاد الانجليزي او كاس الرابطه الانجليزيه وختاما بدوري الابطال. فالاتحاد الانجليزي قرر او يدرس ان هو تخفيض عدد اللاعبين الاجانب في البريمير ليج في الاعوام القادمه. كل سنه بيكون في تطوير في بطوله الدوري الانجليزي، تطوير من ناحيه عدد زي ما احنا شايفين قرار اللعيبه الاجانب، كمان ان الاتحاد الانجليزي اخذ قرار ان بدايه من الموسم القادم هيتم الغاء البوكسنج داي، وان لاعب الدوري الانجليزي سوف يحصل على اجازه شتويه او اجازه كريسمس او اجازه نصف العام زي لاعب الدوري الايطالي، زي لاعب الدوري الاسباني، زي اي لاعب في الدنيا بيحصل على اجازه الكريسمس او اجازه النيو ييرز مع فريقه. وده في الاول وفي الاخر هو بيخدم الكره الانجليزيه وبيخدمنا كمشاهدين ان احنا نستمتع بالدوري الانجليزي. لكن تخفيض الاجانب في الدوري الانجليزي اعتقد ممكن يكون ليه شروط زي الدوري الاسباني، ان تتعاقد مع اي عدد من الاجانب انت عايزهم، لكن اشراك اللاعب الاجنبي اللي من خارج قاره اوروبا ممكن يكون اقل، يعني هو ده اللي ممكن يحصل، ان انت تتعاقد مع اي عدد من اللاعبين لكن اللعيبه اللي تكون موجوده في قائمه المباراه مثلا 5 لعيبه من بره قاره اوروبا زي ما بيحصل في الدوري الاسباني، زي ما بيحصل في دوريات كتيره جدا. لكن هنشوف ايه القرار اللي ممكن يحصل مع الاتحاد الانجليزي الفتره اللي جايه. طيب طبعا واحنا بنتكلم مع حضراتكم في اخبار بتجيلنا جديده، فبالتالي لازم ننقلها لحضراتكم، ان محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول شارك مع منتخب مصر في مورانو منذ قليل استعدادا لمباراه يوم الجمعه مع المنتخب التونسي ان شاء الله اللي هتكون الساعه 6 بتوقيت القاهره. طيب نروح للمنتخب الفرنسي، ورسميا مندي ينسحب من المعسكر المنتخب الفرنسي بسبب الاصابه في الركبه. مندي لاعب مانشستر سيتي لاعب منتخب فرنسا للاسف عنده سوء حظ مع الاصابات بشكل غير طبيعي، اصابه في بدايه الموسم بيعود
او من الموسم الماضي وبعدها بيعود مع مانشستر سيتي، لكن مندي بينسحب من المعسكر بسبب الإصابة في الركبة، واحنا عارفين طبعا ان اصابات الركبة لا تستدعي الى المخاطرة. نروح ل نتكلم على كونتي وتصريحه وكلامه مع كالتشيو ميركاتو على ريال مدريد، ان كان ليه تصريح ريال مدريد بيقول ان بالنسبه لطبيعتي الخاصه فانا افضل الانتظار حتى شهر يونيو من اجل ايجاد وظيفه جديده، ثم ربما في غضون شهرين او ثلاثه ساريد الحصول على فرصه التدريب. وطبعا بينكر ما يتناوله الصحافه الايطاليه الان. زي ما انا قلت لحضراتكم كان في اختلاف ما بينه وبين فلورنتينو بيريز بسبب تدعيم الفريق بثلاث او اربع صفقات في الفتره القادمه. الاتحاد الاسباني لكره القدم يؤكد ان ريال مدريد رسميا خلاص ثبت المدرب المؤقت سانتياغو سولاري في منصبه كمدير فني رسمي. احنا بنتكلم لحد نهايه الموسم ده اكيد 100%، لكن هل ممكن سانتياغو سولاري يكمل مع ريال مدريد بعد الموسم الحالي ده؟ احنا يعني هننتظره بناء على نتائج سولاري مع الفريق. لكن بالمناسبه سولاري افضل مدير فني يحقق انطلاقه مع فريق ريال مدريد، بنتكلم في 5 انتصارات وبالتالي عمرها ما حصلت مع الريال. لكن سانتياغو سولاري واضح ان اللعيبه ما كانتش حابه لوبيتيجي، ما كانتش في تفاهم، واضح ان هم اللعيبه لما بيتفقوا مع بعض على حاجه بينفذوها، عشان دي نفس اللعيبه بنفس الملعب بنفس الجمهور بنفس كل حاجه موجوده في الريال. الريال بينجح مع سانتياغو سولاري وفي نفس الوقت بيفشل مع لوبيتيجي، فهنا علامات استفهام. واضح ان لعيبه ريال مدريد اللي بيكونوا من اولاد النادي بيكونوا موجودين في اكاديمي او الفريق الثاني بيكونوا مدربين زي زين الدين زيدان في التجربه الاخيره، وكمان سولاري بينجحوا وبيبقى عارفين ان في تفاهم ما بين المدير الفني وبين اللعيب. الاتحاد الانجليزي لكره القدم يوجه تهمه سوء سلوك للمهاجم الانجليزي دانيال ستارج، ولاعب عنده فرصه للرد على القرار حتى يوم الثلاثاء 20 نوفمبر الساعه 8:00 بتوقيت مكه المكرمه. تخيلوا حضراتكم ان هم لما بيتهموا لاعب بيدوا له فرصه للدفاع عن نفسه، وكمان بيبقوا محددين الساعه والوقت اللي التايم لاين او اخر وقت ان اللاعب يرد فيها على كل الكلام او كل الانتقادات اللي بيتم التوجيه الكلام ده ليها من قبل الاتحاد الانجليزي، وبالتالي ستورج عنده لحد يوم 20 يوم الثلاثاء اللي جاي وقت ان هو يرد على كل تهمه سوء السلوك اللي تم الاتهام بيه من خلال او من قبل الاتحاد الانجليزي لكره القدم. اما ديشام مدرب منتخب فرنسا فبيتكلم على ديمبلي والكلام اللي تم اثارته في الفتره الاخيره انه عدم ان هو لعيب غير ملتزم، انه ديمبلي يتواجد معنا من فتره انا اعرف اعذاره عندما يتاخر، بحيث عند سؤاله عن السبب يجيب انه ليس الوحيد الذي يتاخر، لقد عاش الكثير من الاشياء بالرغم من صغر سني، بعض مواقفه من الممكن ان تنقال ضده. نعم للاسف هو لاعب موهوب وفي امكانه تقديم الكثير. عاجبني جدا جدا تصريح ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ان هو بيحتوي اللاعب وان هو بيقول ان هو صغير في السن، لكن هو عانى الكثير والكثير من الظروف الخاصه به، لكن ردوده كمان حتى مش منطقيه، بيقول ان هو بيرد عليه بيقول ان انا مش وحدي اللي بتاخر، لكن هو بيمتص غضب اللاعب وان هو بيحاول يطلع منه الكثير. هو شايف ان هو لاعب مميز جدا ان هو سلوكيا ما عندوش اي مشكله، لكن هو عنده مشكله في حته الالتزام بعض الشيء حتى لما كان موجود مع فريق بوروسيا دورتموند. ولسه مكملين مع منتخب فرنسا، بوجبا ومارسيال خارج قائمه المنتخب الفرنسي بسبب الاصابه. بوجبا طبعا ما شاركش مع منتخب مع مانشستر يونايتد في اخر مباراه امام مانشستر سيتي وبالتالي كان مصاب وبيتم استبعاده من معسكر منتخب فرنسا. وكمان مارسيال بعد ما تالق في الفتره الاخيره مع فريق مانشستر كمان حصلت له اصابه في اخر مباراه امام مانشستر سيتي، اتصاب وبالتالي خرج من قائمه المنتخب الفرنسي. ميسي بيفوز بجائزه دي ستيفانو الافضل لاعب في الليجا لعام 2017 2018. خبر قبل الاخير، اما الخبر الاخير كان خبر مهم جدا بالنسبه لي ان هو قبل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي اللي احرزه جوندوجان في شباك مانشستر يونايتد، ده تم احرازه بعد تمرير 44 تمريره تمت من خلال فريق مانشستر سيتي. يعني الوقت خلص والاخبار خلصت وبالتالي جه وقت الختام. ان شاء الله نشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من الاهلي الليله. كنت معاكم عمر ربيع، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.